برضو نفس الكلام is to travel out after actuating a valve and return to its end position after the valve has been released. يعني نفس الكلام زي ده. نفس الكلام زي ده تماما. ايه اللي اختلف بقى؟ او ليه هنا انا عملتها بالشكل ده؟ خد بالك الشكل ده معناه ايه؟ معناه ايه الشكل ده يا جماعة؟ معناه ان ادي البوش بوتون 1.2 اهو هيوصل السيجنال، بس السيجنال هنا مش هتملى الاسطوانه، لا السيجنال هنا هتعمل ايه؟ هتجيب لي الوضع اللي هو شغال 1.1 ال 1.1 بحيث ان البيستون ده يبدا يحصل له اكسبانشن. اول ما تشيل ايدك خلاص ما بقاش في سيجنال هنا، يجي وضع السبرنج يفضل ايه الاسطوانه. طيب ليه بقى هنا واي ان دايركت؟ قبل ما نبص حد يتوقع يقول لي ليه؟ عشان هي لارج ممكن سلندر. طب لارج، لارج انا عملت ايه بقى كده؟ يعني حليت مشكله ان هي كبيره ازاي هنا؟ اقول لك انا ما يبقاش الفرصة من ايدي. لا لا لا، هنا مالهاش علاقه بالفورس، الفورس دي هيبقى مشكله بريشر، يعني هنا بريشر عالي قوي وهنا واطي قوي، فمحتاج ايه تعمل فيتنس للايه بيستون والسلندر جامد، فمحتاج قوه تدفعه. لكن هنا خد بالك انا بجيب 1.1 ده حجمه او مقاسه يناسب الاسطوانه، يعني البورتات بتاعته واسعه وحجمه كبير بحيث ان هو ما تعرف لو البورت ده ضيق الاسطوانه يحصل لها ايه، كانك بتخنقها، فتاخد وقت طويل جدا في الايه في الاكسبانشن، وقت طويل جدا في الايه في الريتيرن. لكن انا ممكن اجيب السايز بتاع 1.1 ده مناسب للاسطوانه من غير ما اقرب من الدايره بتاعتها. طب انا محتاج 1.2 ده يعني دايما حجمه صغير والبورتات دي ضيقه ولا واسعه؟ محتاج دايما ده يكون حجمه صغير بحيث ان انا اقدر احطه في الدايره، ومحتاج البورتات دي ضيقه بحيث ان السيجنال توصل بسرعه، لان السيجنال لها علاقه بال هي بريشر سيجنال، فلما يكون البورتات دي واسعه جدا يبقى البريشر سيجنال هتبقى وطيئه، فانا محتاج البورتات دي تكون قطرها ضيق، ومحتاج حجمه يكون ايه معقول بحيث يتحط في الدايره بتاعتي. طيب هنشوف الكلام ده مكتوب نقراه مع بعض طبعا بسيد. دكتور اتفضل. ماشي دكتور، انا كنت بس بعتذر علشان معلش ارد على حضرتك عشان كنت فاتح من الكمبيوتر، فانا دلوقتي فتحت من التليفون عشان ارد على حضرتك. طب والكمبيوتر ما تقدرش ترد؟ ما فيش مايك والله يا دكتور عندي. لا خليك معانا عشان لما نادي عليك. طب خليك بقى معايا بقى، قول لي بقى انت سمعت اللي اتقال؟ طيب تمام اهو يا دكتور معاك. طيب هو احنا هنا كان عندنا الفرق ان الاسطوانه دي حجمها كبير، لارج ايه فوليوم سيلندر، فبيقول ان هو ليه عملها هنا ان دايركت، مع انه كان ممكن ياخد الاوتبوت من ده على طول عليها، فهتقوم بنفس المفروض ان هي تعمل نفس الاكشن، لكن ليه هو خلاها ان دايركت، يعني حط ما بينهم فالف تاني كده اضافي ليه؟ بيقول بقى لان احنا اولا الكلام ده احنا عملناه فين قبل كده اللي هو الان دايركت والدايركت، فاكر؟ ها عملناه في البايلوت، فاكر البايلوت كان فايدته ايه؟ البايلوت كان الفالف ده محتاج ان انا فورس عاليه جدا عشان الفالف او السبول بتاعته تتحرك من وضع لوضع، فالفورس العاليه دي اللي هتيجي ببوش بوتون ولا هتيجي بسولونويد، بتيجي بايه ببريشر ايه سيجنال بتدخل تعمل الفورس اللي انا محتاجها. فعشان كده استخدمنا البايلوت في كان في محاضره واحد يا جماعه، فانا كاتب لك اهوت بسايد نيدنج ا بايلوت ان دايركت اوبريتد فالف اللي هو ليكشر 1 وسلايد 26 عشان تبقى ترجع لها. هنا بقى ليه استخدمنا اللي هو الان دايركت كنترول مع اللارج سلندر فوليوم ليه؟ لان انا بختار سيجنال اليمنت دايما، او يعني يفضل او لازم انك تكون ان هي دايما تكون حجمها صغير ليه؟ وايل ذا سايز اوف ذا، لكن هنا بقى انا محتاج الفالف اللي هيملى واللي هيفضي يكون حجمه مناسب لحجم الاسطوانه، يعني الفتحات بتاعته واسعه وحجمه طبعا واسعه يعني حجمه كبير مش كده؟
1.1 انا محتاج ان هو يكون ايه has dimensions characteristic data corresponding to the cylinder size، يعني يكون حجمه مناسب لانه يملى ويفضي السلندر. لكن السبلاي بقى لاين نفسه اللي هو ده سبلاي لاين ده اللي هو ده اللي هو اللي بيجيب السيجنال ده، انا محتاج ان هو يكون ايه سكيبت فيري شورت. هنا كمان خد بالك بيقول ان هو يخلي المسافه او ما بين السلندر وما بين الفالف الكبير اللي احنا اخترناه ده صغيره جدا، بحيث ايه ان ده ضايع، ده كونسامشن ضايع، يعني بتملي هواء وبيفضى على الفاضي. فانا محتاج ان هو يكون ايه دي جنب الاسطوانه على طول وبنفس الايه بنفس الابعاد المناسبه. Escaped very short, which means that the dead space and consequently the air consumption escaped a small. يعني أنا بالindirect ده حققت حاجتين، جبت الاستمام ده عالي جدا وخليت المسافة بينه وبين الاسطوانة very short قليلة جدا. طب بالنسبة بقى لبقية الدايرة اللي هي اللي تحت دي control line بقى الباس between the signal element and the control element escaped to have small cross section area. Which means أنا محتاج هنا إن الفالف ده يكون صغير والفتحات بتاعته تكون إيه ضيقة. ليه بقى؟ عشان يبقى manageable size، يبقى حجمه معقول بحيث إن أنا أحطه في الدايرة، أقدر أحطه في الدايرة أو أكون الدايرة بتاعتي small external dimensions of a original element. وبعدين كمان بعمل reduction للباور إيه switching time، signal نفسها بتمشي بسرعة في القطاعات الضيقه دي، ولكن لو وسعت البورتس بتاعته هتلاقي السيجنال بقت ايه ابطا. طيب انا عشان بس انا اللي بتكلم فاحنا عايزين حد يقول لنا الكلام ده تاني، حد يتطوع ولا اختار يا جماعه؟ في حد يتطوع يقول الكلام ده ولا نختار حد؟ مين؟ انا عبد الله عبد العزيز. يلا يا عبد الله قول لنا ايه اللي حصل هنا يا عبد الله. ايه المشكله ايه المشكله ايه المشكله اللي طرقت معانا هنا؟ ان الاسطوانه البورتس، لا ان الاسطوانه كبيره، ان الاسطوانه كبيره. تمام. عايزين طيب نظبط زمن التفريق وزمن يعني نخليه ايه تتملي بسرعه وتفضي بسرعه. وبالتالي تمام. اخترت ان انا اشتغل ان دايركت لان انا كان ممكن اشتغل 1.2 ولا لا 1.2 من غير السمام واحد. لكن 1.2 انا محتاج حجم يكون ايه صغير عشان السيجنال تكون تمشي فيه بسرعه، والفتحات دي ضيقه والانابيب دي يكون قطرها قليل بحيث السيجنال تتنقل بسرعه وهو يبقى مانجبل سايز، يعني ممكن يتحط في الدايره بسهوله. مين بقى اللي انا محتاج اكبره هنا؟ ال 1.1. ليه بقى؟ بخلي حجمه مناسب لحجم الايه السلندر. تمام. يبقى من ناحيه ايه ان الفتحات دي تكون ايه بقى اوسع، بتكون كبيره عشان كبيرة. تفضي بسرعه وتملي بسرعه. طيب المسافه دي بقى بخليها كبيره ولا صغيره المسافه بينه وبين اقصر ما يمكن. ليه؟ لان هي بتتملي وتفضى على الفاضي صح، فانا كانك بتضيع ايه الكونسامشن بتاعك بيضيع على الايه على انك تملاها وتفضيها. ماشي يا عبد الله شكرا. طيب ده هنتكلم بقى في حته تانية جديده لو سمحت خليك معايا. الامبلس دايركشنال فالف ده هنسميه الامبلس. ليه امبلس؟ تقريبا قلناها اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت لكن هنعيد تاني هنا وناكد. الامبلس از ا فالف ويز ا ميموري كاركترستكس، يعني ليه بيحتفظ بذاكرة آخر وضع ليه. هنا بيقول إيه has a dominant behavior with respect to the signal first received، يعني معناها إيه؟ افرض إنك هو ده بيشتغل هنا، هو ده بلس، ده الفالف ده بيشتغل بإيه؟ يا إما حد يقول لي يا جماعة، يا إما إيه ميكانيكالي، يا إما ميكانيكالي، يا إما الوضع بتاع الأسبوع ده، يا اما بريشر مش كده؟ يعني لو دخلت هنا بي بريشر وخليت دي فينت هيجي في الوضع ده، لكن لو خليت دي بريشر وده فينت هيتنقل لفين يا جماعه؟
شمال اثنين اللي فيه شمال تمام. طب افرض بقى ان انا اديته سيجنال فعلا هو في الوضع ده، بس السيجنال اللي بعديها كان دي لسه بريشر ما خليتهاش فينت، وديت هنا بريشر، ايه اللي هيحصل للسبول ده؟ هيتنقل ولا يفضل مكانه؟ هيفضل مكانه، يفضل مكانه لان مفيش فورس ايه تدفعه، لان دي بريشر ودي بريشر، فايه الفورس اللي وقع على الناحيه دي هي نفس الفورس اللي وقع على الناحيه دي، فهيفضل ايه مكانه. بيقول لك ايه؟ ايوه ايوه اتفضل. ايه هو انا الشاشه عندي سودا دكتور الايه بتقول؟ الشاشه عندي سودا مش عارف عندي هنا بس ولا عندي. لا لا عندك. طب نسال ناس كلام مشكله من عندك. تمام لا لا تمام من عندك من عندك مش عارف. طب حاول تحلها بقى، حاول تحلها. بص كده تمام يا دكتور. حاضر. طيب شوف بيقول ايه، it has a dominant behavior with respect to the signal first received. يعني لو انا خدت الاول سيجنال هنا بريشر فينت ادي سيجنال اهي وجابته في الوضع ده، لكن لو اديته سيجنال ثانيه وكانت الناحيتين بريشر او الناحيتين فينت، فبص تلاقيه هو محتفظ باخر وضع ليه، عشان كده بيسموه ميموري فالف، بيسموه ميموري فالف. طب وليه امبلس؟ ليه امبلس يا جماعه؟ امبلس دي معناها ايه؟ معناها ان انت محتاج تخلي السيجنال بتاعتك دي بي وفينت على طول كونتينيوس، ولا هي جاست انك تديها ثانيه كده بريشر وفينت وخلاص؟ ها يا جماعه محتاج تدي هنا بلس ولا كونتينيوس؟ بلس مره واحده. بلس يعني فيري شورت ايه سيجنال كده، عشان كده بيسموه الامبلس. خد بالك، لكن لو حاجه تانية زي ما هنتكلم كتير عن النقطه دي. يعني دكتور عندي سؤال، اتفضل قول يا ريت. الاسئله، لان انت الكلام مش هيتوضح الا بالاسئله. اتفضل. هو سؤال غريب شويه كده بس يعني. لا قول. يعني احنا لو مدين بريشر من المدخلين تمام، بس البريشر ده ثابت، يعني احنا مثبتين بريشر، ما هو ثابت، وعايزين وعايزين نحرك السبول مانوال، هل هيتحرك معانا ولا البريشر ده هيقاوم؟ لا بتهيألي هيبقى فيكسد. هيبقى فيكسد هيبقى بريشرايز. لكن هو عاده بيكون يا اما بريشر يا اما ايه، يا اما مانوال. المانوال برضو نفس الكلام، لو في قوه هنا وقوه تانية من الناحيه الثانيه برضو مش هيتحرك، مش كده؟ لو في دافع من ناحيتين، او لو كان سولونويد يعني بيتحرك بالالكت او الدي سي كارنت، لو كان السولونويد اللي هنا اكتويتد، السولونويد اللي هنا اكتويتد هيتحرك ولا هيفضل مكانه؟ لا هيفضل في اخر وضع ليه يا جماعه، لان هو هنا بقى امبلس ايه فالف ريشنال فالف. بيقول ايه الكلام ده متوضح هنا، وفور ذا سيم بريشر سيجنالز ات بوث سايدز بتاعت السبول دي، فمعناها ان في نفس الفورس من ناحيتين، فمعناها انه يفضل ايه، يفضل مكان. كبر شوية عشان بس ايه فين ده يا جماعة، ده العنوان بتاع التطبيق ده، indirect control of a double acting cylinder. يعني هنا انا بعمل control لدبل acting cylinder indirect، يعني بستخدم، كان ممكن اخد 1.2 دي هنا 1.3 هنا، لكن انا فضلت ان هي تبقى indirect، والكلام ده هنشرحه بالتفصيل فما تستعجلش. يعني ايه المطلوب؟ اقرا معايا لو سمحت. A double acting cylinder is to be controlled by two valves 1.2 and 1.3 such that the piston travels out when valve 1.2. طبعا واضح ان هي لازم تكون 1.2 ولا 1.3 يا جماعه. بيقول البيستون ترافلز اوت، يعني هيحصل له اكسبانشن وين 1.2، يعني دي مكتوبه غلط ولا كان المفروض تبقى 1.3؟ ها 1.3 1.3 يا راجل، ده بيحصل له اكسبانشن ترافلز اوت. يبقى 1.2 مش كده؟ تمام صح. احنا قلنا الاود للايه، للريتيرن والايفن للفورورد اكسبانشن.
اكتويتد فورا هوايل كيف دي يا جماعه فورا هوايل اندي ريليس يعني جاست بالس او امبلس مش محتاج السيجنال دي تكون ايه كونتينيوس سيلندر ريش اتس فورورد اند بوزيشن يعني اول ما تدوس هنا بالس السيلندر هيوصل للاخر وكمان يفضل ثابت في الوضع الاخير ده لغايه ما تجيله سيجنال ريفرس عن طريق 1.3 وبرضو ايه امبلس ايه سيجنال يعني برضو سيجنال امبلس تخليه يرجع تاني مكانه فهو ده حل الايه حل الاكسرسايز بس عايزين نفهمه مع بعض ايه اللي حصل هنا يلا مين هيقول لنا ايه اللي حصل فين احمد عبد الستار ايوه احمد معانا استاذن حضرتك يا دكتور انا لسه شاشه السكرين عندي ظهره حالا دلوقتي هو انت اللي كنت بتتكلم انت اللي كنت بتتكلم دلوقتي الشاشه لسه عندي ظهره حالا خلاص ماشي حضرتك بس يعني ريفيو سريع طيب حاضر ماشي خليك معايا احنا بنتكلم هنا على تطبيقات وقلنا ازاي نتحكم في سنجل اكتنج سيلندر عن طريق بوتون اول ما تدوس عليه يحصل لها اكسبانشن واول ما تسيب ايدك ترجع تاني دي تحققها ازاي انك تجيب سبرينج ريتيرن فالف كنترول فالف اللي هو 1.1 وده معناه انك اول ما تدخل هنا بلصايه كده او سيجنال او تدوس على البوتون ده لفتره معينه قول ثانيه مثلا فده هيبدا يحصل له اكسبانشن اول ما تشيل ايدك ايه اللي يحصل يلا يا احمد ها ايه اول ما تشيل ايدك ايه اللي يحصل يفضل زي ما هو لا الوضع يا راجل امال السوسه دي بتعمل ايه هيرجع للديفولت الديفولت ده يفتح دي على الفنت يعني معناها السوسه هتدوس عليه ايه ترجعه تاني مكان ده هو عارف نفس التطبيق بقى بس ده دبل اكتنج سيلندر يبقى انا محتاج 4/2 كنترول فالف زي ده كده يبقى انت اول ما تدوس هنا دوسه امبلس يعني يس انك تدوس وتسيب ايدك البريشر هنا يبقى يروح للبورت دي والفينت هيجي البورت دي اللي هو البيستون يحصل له ايه يا جماعه يحصل له ايه ها هيكسبانش طيب اول ما تشيل ايدك هيفضل على الوضع النهائي لا يا راجل الديفولت اول ما تشيل ايدك هنا هيرجع للديفولت اعمل الرينج ده اللي هو معناه دي بيكون بريشر وده فينت يوم راجع مكانه ايه في نفس احنا عوضنا الدبل اكتنج اللي هو فيس برينج يعني ده كده ده معناه ان انت محتاج هنا السيجنال تكون كونتينيوس عشان يفضل يتقدم ويحصل له ادفانسنج لكن السيجنال اللي هي البلس دي ما تنفعش هنا مع السبرينج ايه ريتيرن طبعا ممكن استخدم 4/2 او 5/2 اللي هو بيبقى فيه كل ناحيه بتفضي في بورت ايه منفصل يبقى فيه عندي 2 فين ايوه عندي سؤال يا دكتور يعني هو احنا لو استخدمنا الميكانيزم ده بس عملنا بدل سنجل اكتنج عملنا دبل اكتنج ما هو ده دبل اكتنج ما ده دبل اكتنج البستون ده سنجل ده تقصد الفالف الكنترول فالف ما بيسموهش دبل اكتنج بقى بيسموه ان هو ما فيهوش سبرينج ريتيرن بوزيشن يعني الناحيه دي كمان بتكون يا اما ميكانيكال يا اما بريشر يا اما سولونويد بالك يعني ما فيهوش سبرينج ريتيرن ما بيسموهش دبل لا الدبل اكتنج والسنجل اكتنج ده على السلندر فقط بالك طيب انت بتقول عايز تستخدم ده لا هو التطبيق كده هو طالب مني كده بيقول ان شوف التطبيق بيقول ايه يعني انا بنفذ اللي هو بيقوله اقرا معايا كده لو سمحت ها بيستون اوف ايه اوف ايه بيستون اوف سنجل اكتنج لا شيل بقى سنجل بقى نخليها دبل على المثال الثاني اوف دبل اكتنج سيلندر از ايه تو ترافل ايه اوت دبل اوت يعني يحصل لها اكسبانشن وين ايه بوتون operated يعني اول ما تشغل بوتون and return at once ترجع في ساعتها امتى
والاند بوزيشن الهوم بوزيشن بتاعها لما ايه لما تشيل ايدك من على الفالف ده طبقناه ان انا جبت هنا سبرينج ريتيرن فالف كنترول فالف اهوت ومن الناحيه دي بوش بوتون فاول ما تدوس البوش بوتون ايه اللي يحصل يجي لك الوضع بتاع الاكسبانشن يعني معناها ايه ان البريشر هيطلع من هنا على البورت دي والفنت هيتوصل بالبورت دي يعني معناها يحصل ايه يحصل ايه اه طيب اول ما تشيل ايدك هيرجع للديفولت هيرجع تاني هيعمل ليه ليه بقى الفالف ده هيحصل له ان هيجي على الديفولت بتاعه اللي هو السبرينج ريتيرن ده اللي هو بيوصل دي بالبريشر وده بالفنت يرجع مكانه هو ده كان بيحصل ايه كان بيحصل ازاي في السنجل اكتنج كان بيحصل عن طريق مين السبرينج السبرينج ترجع لكن هنا انا محتاج 4 على 2 او 5 على 2 زي ما انت شايف طيب مدام كده بقى ايه فرق ده عن ده ايه فرق ال 4 على 2 من ال 5 على 2 وقلنا الكلام ده بس هنقوله تاني يلا بنقول يلا ايه الفرق ان ال 5 على 2 بيخرج الفنت عندهم المخرجين يعني عنده 2 فنت عن ال عن ايه عن عن اللي هو الفنت بتاع ايه بتاع بتاع البورت كل بورت اللي هي فنت ايه مستقل ده بيفيد في ايه بقى عبد الله اه انا عبد الله طيب بيفيد في ايه عبد الله ده السرعه ممكن بالظبط ان انا اتحكم في السرعه على كل فنت السرعه الاتجاهين كده طيب اتكلمنا هنا على اللارج فوليوم سلندر لما يكون عندي بقى تدخل اتفضل قول نعم ايه الصوت قطع طيب قلنا بقى لو كانت السلندر دي فير لارج مش هينفع اشغلها دايركت زي هنا فاكر اول مثال اهوت كان دايركت ولا يا جماعه كنت بملى دي وافضيها دايركت لكن هنا دي بقت لارج سلندر فمش هينفع اشغلها دايركت لان ال 1.2 ده بيسموه سيجنال اليمنت يعني عنصر بيوصل السيجنال فما ينفعش اخليه كبير والا سرعه السيجنال فيها تبقى بطيئه اول ما تدي سيجنال تاخد فتره على بال ما ايه ما تسمع هيبقى فيها ديد ايه ديد 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 زون او ديد تايم فبيستخدم هنا بيخليها ان دايركت بيحط لها 1.1 ده مساحات الفتحات بتاعته مناسبه جدا للاسطوانه او كبيره واسعه بحيث ان هي تملى بسرعه تفضي بسرعه ولكن السيجنال دي انا محافظ على ده حجمه قليل والفتحات دي القطر بتاعها ضيق بحيث ان السيجنال توصل بسرعه وده يبقى مانجبل يعني يتحط في الدايره بسهوله فبستخدم هنا لازم استخدم هنا اندايركت في الايه في اللي هو اللارج ايه سلندر لما بكون بشتغل مع لارج سلندر وكمان قلنا ان في الحاله دي كمان يستحسن انك تخلي المسافه ما بين الفالف وبين الاسطوانه قليله جدا لان ده في النهايه دي بتتملي هواء وتفضى على الفاضي يبقى كانك انت بتعمل ويست الايه الهواء اللي هو اصلا بفلوس الهواء ببلاش لكن انت ضغطته بفلوس خد بالك وفي نفس الوقت انا فصت على ده حجمه قليل والفتحات بتاعته ضيقه بحيث ان السيجنال توصل بسرعة وان ده ممكن يتحط في الدايرة بسهولة. اقرأ الكلام ده لو سمحت لو ما فهمتوش نبقى ايه نشوفه تاني. اتكلمنا على الامبلس فالف او الميموري فالف اللي هو بالشكل ده كده وقلنا ان لو في سيجنال جت او انا اديته امر ان هو يبقى في وضع معين وجيت اعكس السيجنال فلو كانت لو ادينا مثال ان دي لو حطيت هنا بريشر وهنا فنت هيجي في الوضع اللي هو قدامك ده لكن لو حطيت هنا بريشر ودي لسه بريشر مش هيدي اي اكشن ليه لان هو خلاص وصل لوضع معين والفورس هنا مش هتنقل السبول ففي بيبقى في فريكشن ما بين الفريكشن فورس هي اللي بتحافظ على الوضع الايه القديم عشان كده بيسموه ميموري ايه ميموري فالف يعني بيحتفظ باخر وضع لي هنا كنا بنتكلم على الـ indirect control of a double acting cylinder
فهنا الدبل اكتنج اهوت انا محتاجه ايه المطلوب. بيقول اتش تي بي كنترولد باي تو فالفز 1.2 اند 1.3 ساتش ذات ايه بقى ان البيست ترافل اوت يحصل لها اكسبانشن امتى؟ وين فالف 1.2 وقلنا 1.2 مش 1.3 لان 1.3 مسؤول عن ايه؟ دي مسؤول عن ايه ودي مسؤول عن ايه؟ ها فين احمد اللي كان الشاشه مظلمه عنده؟ ايوه احمد احنا بنعيد عشانك يعني. فين يا احمد يا عبد الستار؟ يا دكتور مع حضرتك يا دكتور. طيب بقول لك هنا ليه هو الاسماء دي لها معنى ولا ملهاش معنى؟ 1.2 ال 1.3 دي لها معنى ولا لا؟ ولا كده بتتحط راندم؟ الاثنين دي معناها ايه والثلاثه معناها ايه؟ الاثنين معناها ده المضغوط، الهواء المضغوط. لا 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 الاثنين معناها ايه يا جماعه؟ حد يجاوب يا جماعه الاثنين معناها ايه؟ حاجه اللي هي مسؤول عن الادفانس. مسؤول عن الادفانس. طب اثنين بس ولا اثنين واربعه وسته وثمانيه؟ اثنين واربعه كل الايفن الايفن نمبرز عامه، والاود نمبرز اللي هي ايه؟ مسؤول عن الايه؟ ريتيرن. مش كده؟ فهو بيقول هنا ان هو عايز لما الفالف 1.2 ده يحصل له اكتويشن السلندر او البيستون يحصل له ايه؟ ترافل، او يعني يحصل له اكسبانشن يعني. is activated for a while، يعني بيقول 1.2 ده هتدوسه مش على طول، لا لفتره وجيزه صغيره وبعد كده تسيبه. يبقى ده امبلس ايه؟ فالف. خد بالك سلندر reaches its forward end position، يعني اول ما تسيب ايدك كده تدي سيجنال وتسيب ايدك البيستون ده يوصل للنهايه المتقدمه بتاعته لغايه ما تجيله سيجنال ثانيه منين؟ من ال 1.3 اللي هتخليه يرجع تاني مكان. طيب ال 1.1 احنا سميناه ايه بقى؟ impulse valve، اللي هو الفالف with a memory ايه characteristics. خد بالك هو ده كده بيشتغل ازاي؟ ده بيتاكتف من ناحيتين بايه؟ بريشر، مش كده؟ بيتاكتف من ناحيتين بريشر، اللي هو شبه مين؟ شبه ده بس ما فيهوش مانيوال، يعني ده بيتاكتف من ناحيتين بايه؟ ببريشر سيجنال. وبعدين هل محتاج ان السيجنال هنا تكون مستمره ولا جاست ان هي بلس سيجنال، يعني اديله امبلس كده اديله هنا سيجنال وقتها قصير تديني نفس الاكشن ولا لا؟ فانا محتاج ان انا ادي هنا بلس سيجنال يديني وضع الاكسبانشن، وضع الاكسبانشن يخلي البيستون ده يحصل له ترافل اوت يحصل له اكسبانشن يعني، وتفضل في الاخر يعني طالما مفيش سيجنال جت من هنا ايه اللي هيحصل للبيستون ده يا جماعه؟ ها طالما مفيش سيجنال جت من 1.3 ايه اللي هيحصل؟ انا هنا اديت سيجنال وقطعتها اديته بلصايه كده، خد بالك هيفضل زي ما هو يا دكتور، هيفضل وكمان ايه فيكسد ولا ريليست؟ يعني ممكن لو حد داس عليه يتحرك ولا فيكسد؟ فيكسد. لان ده لسه في ضغط وده لسه في ايه فينت، مش كده؟ فعليه فورس. ففي الحاله دي انا عملت له هولدنج، يعني ثبته في اخر وضع في الوضع اللي هو المتقدم ده. طب لو عايز يرجع تاني اعمل ايه بقى؟ قول لازم احط 1.3 ادي سيجنال ل 1.3 كونتينوس ولا جاست بلس؟ كفايه بلس، كفايه بلس كفايه. اول ما ادي له البلسيه دي يجي لي الوضع التاني اللي هو بيدي ده بريشر وده فينت، يعني معناه يرجع تاني مكانه ويفضل ثابت لغايه ما يجي له سيجنال 1.2. هسال بقى سؤال ولو سمحت حد يجاوبني عليه. لو انا نسيت ايدي وفضلت ضاغط على 1.2، يعني فضلت ضاغط عليه وجيت حبيت ارجعه، هيرجع يا جماعه ولا هيفضل مكانه؟ لازم ادوس على 1.3 لو انا عايز ال 1 بوينت اللي هو البيستون يرجع تاني. ال 1.2 انا دايما انا هيفضل مكانه عشان جاي له ضغط من ناحيتين. ال 1.2 ده انا فضلت دايس عليه وبعدين حبيت ارجع، فهدوس على 1.3 وانا لسه دايس على 1.2 يحصل حاجه للفالف ده ولا لا؟ هيفضل زي ما هو، يفضل زي ما هو لان في الناحيتين، لان هنا هيجي له ايه ضغط منين؟ من الناحيتين، فيفضل على اخر مكان ليه
اللي هو ايه اللي هو بتاع الاكسبانشن يعني يعني لازم عشان ادي سيجنال بتاعه الريفرس دي اشيل ايدي من الاكسبانشن لازم اقطع ال 1.2 لازم اقطع. وبعدين هو بيقول بقى واي ان دايركت يعني ليه انا ما خدتش دي وصلتها على طول كان ينفع ولا لا يا جماعه بصوا معايا كده لو خدت دي بدل ما ادخلها على 1.1 لا دخلتها على طول على الايه على السلندر وال 1.3 خدتها على طول دخلتها على البورت التاني بتاع السلندر كان ينفع ولا ما ينفعش ينفع لكن خد بالك بقى انا بحتاج الاندايركت امتى ها لما يكون ايه لما تكون السلندر بتاعتك يكون لارج هنا مش لارج ومحتاجه امتى لما يكون محتاج البايلوت اللي هو كان في المحاضره واحد دي اللي هو لما يكون محتاج فرصة عاليه جدا عشان تتحرك للجول لا محتاجه كده ولا محتاجه كده بس ليه هنا بقى ما ينفعش او ليه بيقول ايه in this circuit there is no possibility of direct control ليه بقى valve is 1.2 and 1.3 is connected directly to the A cylinder اللي هو الدايركت يعني would indeed be capable يعني ده ممكن ولا مش ممكن ممكن ان انا اوصل ده هنا اوصل ده هنا لكن ايه but the piston would be depressurized in each end position يعني ايه خد بالك معايا يعني افرض انك وصلت ال 1.2 هنا وال 1.3 هنا وفي الحاله دي بقى انا محتاج بالس ولا محتاج محتاج كونتينيوس سيجنال قول كونتينيوس سيجنال يعني افضل دايس على 1.2 لغايه ما اوصل للايه للنهايه اول ما اوصل للنهايه شلت ايدك لما تشيل ايدك ايه اللي يحصل بقى خد بالك يجي الوضع الايه الديفولت مش كده وضع الديفولت ده بايه يعني كان دي بقى ادفنت ودي فنت يبقى البيستون ده بريشرايزد ولا دي بريشرايزد يعني عليه ضغط ولا ما عليهوش ضغط او عليه فورس ما عليهوش ضغط يعني يبقى ايه يعني يبقى سهل ان يتغير مكانه نوت فيكسد شوف نقرا مع بعض كده بيقول ايه but the piston would be depressurized in each end position and would just not be a يا جماعه فيكسد يعني ما يبقاش ايه ثابت في مكانه وكمان ان ال 1.2 وال 1.3 زي ما احنا قلنا دلوقتي need a continuous action كده يعني مش محتاجه بلس نوت ايه امبلس سيجنال او continuous نوت بلس ايه سيجنال حاجات دي انزلها لكم تاني يا جماعه عشان البلس دي ممكن تلخبطك برضو continuous وبعدين كمان خد بالك بقى دي الخلاصة اللي تحت اللي هو كاتبها دي بيقول direct control may be selected امتى if a pilot operation is not needed يعني لا محتاج pilot ومش والسلندر volume is not too large وكمان ما هيش السلندر حجمها معقول او يعني صغير مش كبير وبعدين وكمان انا مش محتاج ان انا البيستون ده يكون ايه فيكسد في الناحيتين يبقى لو الثلاث شروط دول مش عندك يبقى انا ممكن اشتغل دايركت مش اندايركت. طيب عشان الكلام كتير احنا هنرجع تاني ونشوف حد ايه يقول لنا الكلام ده تاني. يا دكتور انا مش فاهم ايوه دوسه بس السؤال الاسئله احسن اتفضل قول تاني مش 1.2 مجرد ما ادوس عليه دوسه واحده واشيل ايدي الاسطوانه تتحرك هترجع لوحدها ليه ترجع لوحدها هتعمل ادفانس لوحدها للاخر لا لو هي اندايركت لو انا موصله ب 1.2 انا بتكلم على الرسم اللي قدامنا دي تمام بقى انا محتاج بلس لكن احنا الكلام ده اللي فات ده كله كان كله على الدايركت تعرف يعني ايه دايركت يعني لغايه ده خالص لغايه ده خدت ده وصلته فين على طول على الاسطوانة بالبورت الاسطوانة ليه تو بورت فانا وصلت بالبورت دي وده وصلته بانهي بورت البورت التانية فالكلام ده على لازم يعني انا يا دكتور ايوه قول يعني انا عملته اندايركت عشان اخلي الضغطة بتاعتي امبلس مش كونتينيوس تمام صح ده سبب من الاسباب تمام. وسبب تاني كمان اللي هو سبب مهم برضو اللي هو ايه إن ما عشان ما تبقاش فيكسد عشان تبقى فيكسد يعني تبقى فيكسد اسف ده بيحافظ على فيكسد خد بالك بالاضافه كمان ان السلندر لو هي الفوليوم بتاعها كبير
لازم استخدم indirect بحيث ان انا اختار الابعاد ده كبيره مناسبه لابعاد الايه الاسطوانه السلندر الاساسي. يبقى انت الخلاصه هنا بيقول ان انت لو مش عندك الاسطوانه بتاعتك نوت تو لارج وكمان مش محتاج ان البيستون يكون فيكسد في الناحيتين ومش محتاج البايلوت خد بالك احنا قلنا البايلوت ده امتى؟ لما يكون الفرق الضغط العالي جدا وحركه الزبول دي صعبه جدا. يعني نرجع تاني للزبول هنا خليك معايا برضو النقطه دي. كل ما كان الدلتا بي دي عاليه يا جماعه محتاج يخلي الكليرنس ما بين اللاندج دي وما بين السلندر ايه؟ مفيش، والا هيحصل ليكج فريكس او فانا الفيتنس ده او الكليرنس ده معناها ان انت ايه عشان تحرك الزبول ده صعب جدا عشان الفريكشن عالي عشان الكليرنس قليل. تمام، يبقى انت اللي هتعرف تحركه مانيوالي ولا بسولونويد، لكن ممكن تحركه ببريشر ايه سيجنال، تدخل هنا ضغط في اريا يديلك فورس تحرك بالك. يبقى انت ده البايلوت اكشن اللي احنا قلنا عليه او اتكلمنا عليه في محاضره واحد. يبقى لو انا مش محتاج البايلوت اكشن ده والاسطوانه مش كبيره وكمان مش محتاج البيستون ده يكون فيكسد في الناحيتين، يبقى انا ساعتها ممكن اشتغل ايه يا جماعه دايركت. خد بالك الدايركت بقى فايدته ايه هنا؟ انه وفر لي تمن ده، مش كده يا جماعه؟ وفر لي تمن الايه 1.2 مع اعتبار ان البلس هنا لازم تكون ايه بقى، قول كونتينوس السيجنال هنا لازم تكون ايه، كونتينوس ولا بلس؟ ما لو دايركت هيبقى كونتينوس. يبقى ساعتها انا وفرت تمن ده، لكن هنا البلس دي لازم تكون كونتينوس، مع بقى ان دي ما تكونش تو لارج، ما تكونش الصوانه دي كبيره، وكمان مش محتاج البايلوت اكشن، مش محتاج انه هيبقى فيكست، مش محتاج بس يكون فيكس. ده بقى اخر اكسرسايز، خليك معايا لو سمحت. ده ايه المطلوب نقرا مع بعض كده؟ كونتينوس ريسبريكيشن ويز اي سويتشنج اوف مين، يعني دايره اول ما تعمل لها اون يفضل ده رايح جاي كده كونتينوس، اول ما تعمل لها اوف ترجع وتقف هنا عند النهايه. شايف الدبل اكتنج سلندر از تو بي كنترول ساش ذات افتر بين جيفن ا ستارت اون سيجنال، يعني بتدي له اون سيجنال البيستون بيرفورمز اوسيلاتوري موشن بتوين اند بوزيشنز انتل اوف سيجنال از ايه انبوت، يعني اول ما الاوف تيجي بس مش واقف بقى في اي حته، في حته انت هتختارها هنا هنا محتاج الحته تكون ايه، ذا سيلندر شود زين ريمين ستيشنري ان ذا رير اند اي بوزيشن، يعني هو محتاج ان انت اول ما تدي له اوف يجي عند 1 بوينت دي ويقف. ده بيسموه الهوم او السيف اي بوزيشن، بحيث ان يعني الوضع اللي هو بيكون ايه ما حدش يخبط فيها وهي ماشيه وكده، يبقى ده الهوم بوزيشن بيرجع له. طب هنبص لدي وبعدين نحلل الكلام اللي اتعمل نشوف هيحلها ازاي. اولا ده الاون اوف فالف بيشتغل ازاي ده من هنا يا جماعه، ده بيشتغل ازاي ده ميكانيكالي ولا الكتريكالي ولا بريشر؟ لا ده ميكانيكالي عموما، ده جنرال ميكانيكال كده، يعني ممكن يكون بايدك ممكن يكون برجلك ممكن يكون ميكانيكالي يعني. طيب وليه ما حطش الناحيه الثانيه؟ لان ده سيلكتور، يعني ممكن اختار الوضع ده او اختار الوضع ده. فاكرين الفالف اللي كان فيه ديتنت ان كان فيه بيليا وكم وضع، يعني ممكن اضبط على الوضع ده او اضبط على الوضع ده، يبقى ده اون على طول او اوف على طول. فانت لما تضبط على اون، الاون ده بيعمل ايه؟ يعني بيجيب لي ده بيجيب ده يعمل ايه يا جماعه ده؟ ها؟ يجيب ده يعني معناها ان البريشر طالع منه، لكن الوضع الديفولت بتاعه او الوضع الاوف بتاعه ايه؟ الاوتبوت بتاعه متوصل بالايه؟ بالفنت. الوضع الاون الاوتبوت بتاعته متوصل بالايه؟ بالبريشر سورس اللي هو اللي جاي لي من الايه؟ من السورس ايه؟ اللي انا عامله. طيب خد بالك بقى ال 1.2 دي في ده كده وضع الستارتنج، مش احنا بنرسم الدايره في الستارتنج بوزيشن، هو ده وضع الستارتنج. في الستارتنج احنا قلنا ان اول ما تدوس اوف يرجع يقف، ده وضع البدايه يا جماعه. وضع البدايه ده 1.2 ده حصل له ايه؟ ها
نعمل له اكتيفيت ده. لان في هنا كام اهي ضغط على الايه على 1.2 يا وبالتالي ايه بقى؟ بالتالي انا حطيت البيانات على ده ولا ده؟ 1.2 ده فيه spring action او يعني فيه default position. وبالتالي حطيت البيانات هنا ليه؟ activation. هو كده لا هو كده normally close. حطيت البيانات على start position. ده ال start position. لان ده مضغوط عليه بقى ده جاي لي. فاول ما تعمل on للدايرة ايه اللي يحصل؟ البريشر يجي هنا يعمل لي ايه اكتيفيشن للفالف ده. الفالف ده بيديني وضع الاكسبانشن ليه؟ لان الناحيه الثانيه متوصله بالايه خد بالك متوصله بالفنت مش كده متوصله بالفنت اهي يعني هيبقى عندك هنا بريشر وهنا فنت متوصله بالفنت يعني معناها دي خدت بريشر وده خد فنت يبدا البيستون يحصل له ايه يا جماعه ها اكسبانشن سيبانشن اول ما وصل 1.3 قول يرجع تاني يعني عاملين اندايركت برضو نعم عاملينها شبه الاندايركت برضو تمام بس هو هنا اول ما ساب 1.2 ايه اللي حصل 1.2 خلاص ما بقاش ضغط عليه ارجع تاني الديفولت بقى فينت وده اللي انا عايزه لان اول ما يوصل 1.3 هيكتفه يعني هيخلي الناحيه دي بريشر بس الناحيه دي بقت ايه يا جماعه فينت وبالتالي الوضع ده ممكن يجي لي اللي هو وضع الايه اللي بتيرن ويفضل بقى كده رايح جاي يعني اول ما يجي 1.2 اكتفه واول ما يوصل 1.3 اكتفه ويفضل رايح جاي افرض بقى ان انا عملت اوف من هنا وده كان ماشي كده كان بيحصل له اكسبانشن ايه اللي هيحصل يا جماعه قول عملت له اوف يعني خلاص مفيش ضغط طالع من هنا خالص يعني 1.2 هيبقى هو الفنت هيبقى هو الفنت بس انا كنت اوريدي اديته ايه سيجنال ان هو يحصل له اكسبانشن فيفضل ماشي لغايه ما ياكتف مين 1.3 هنا ما لهاش علاقه مش كده على طول يقلب بريشرايزد فدي ترجع تاني ريتيرن لغايه ما توصل لهنا لغايه ما يقف خالص بقى هيقف خالص طب افرض بقى اللي هيجاوب على دي هيبقى ليه بونص يا جماعه خلاص اللي هيجاوب عليها من نفسه كده يقول افرض ان انا عايز اخلي الهوم بوزيشن بتاعتي ان السلندر دي في الـ يعني فولي اكسباندد يعني اول ما ادي اوف يجي عند 1.4 هبدا ال 1.3 اشيل ال 1.4 ده على ايه احطه تحت ال 1.3 طب مين اللي جاوب فجأة اللي جاوبت الاول اهو مين قول انت الاول وانا ويحيى تقريبا كنا بنتكلم وانت مين وانت مين وانت مين انا محمود اشرف طب بص الاول نسال محمد يحيى ساعتها ده هيبقى اسمه ايه يا محمد هيبقى عملوا كده في اللي هو الماكسيمم بوزيشن لا يبقى اسمه ايه يبقى 1.4 خلاص انا ايه اللي احطه هنا 1.3 هيبقى 1.5 مش كده طيب مش كده طبعا ما ينفعش يبقى 1.4 لان هو في ناحيه الايه الريتيرن طيب تاني الكام دي هتفضل موجوده هو اولا الديفولت بقى فين مش هيترسم كده بقى هيترسم ان دي حصل لها اكسبانشن وصلت لغايه هنا يعني هو ده اللي هتبقى بقى يبقى 1.3 هي اللي هيكون عليها الايه الكام دي علامه دي خد بالك يبقى كده انا غيرت الشرط بتاعي بحيث ان هو لما يحصل له اوف يبقى كله يجي ايه يبقى فولي اكسباندد مش فولي ايه ريتراكتد او فولي ريتير طيب محمد يحيى ومحمد اشرف خلاص نكتبهم محمود اشرف محمود خلاص يا محمود ما تقلقش يا محمود الساعه دلوقتي 10 يعني نبدا 10 يا جماعه ان شاء الله ندخل كمل الساعة 10 إن شاء الله عندك 10 دقايق تفضل معلش يا دكتور بس السلايدز اللي حضرتك تشرح منها دي مختلفة عن اللي مرفوعة على التيمز فممكن حضرتك تبقى ارفعها لك تاني يا حاضر
هنبدأ يا جماعة، خليك معايا من فضلك، دي برضو حاجة مهمة جدا جديدة، خليك معايا. عايز حد يقول لي الدنيا واصلة ولا لا؟ واصلة. طيب هنتكلم بقى على الهولدنج سيركت. يعني ايه هولدنج؟ هنشرح الكلام ده بالتفصيل حالا دلوقتي. احيانا بنحتاج ان احنا نشتغل مش بقى اللي هو الامبلس فالف، لا محتاج اللي هو في سبرينج ريتيرن فالف، يعني ده كنترول فالف بس سبرينج ريتيرن، يعني معناها ان انا هنا محتاج اشاره كونتينيوس بحيث تجيب لي الوضع ده اول ما تشيل ايدك يرجع للديفولت بتاعه اللي هو بتاع الايه؟ بتاع السبرينج ده 3 على 2 وده 4 على 2. امتى بقى الكلام ده بنحتاجه؟ if a definite default starting position is assumed in conditions of a power failure. يعني ايه؟ يعني معناها لما بتيجي تعمل اوف للسيركت المفروض ان انت بتحتاج ان كل الاكتويتنج اليمنتس بتاعتك كل سلندرز يكون لها وضع ديفولت او وضع ايه؟ هوم بوزيشن، اللي هو بيكون بالنسبه لك سيف، يعني فور ايه اوف سيفتي ريكوايرد فور ريجنز اوف سيفتي، عشان السيفتي بتاعتك لازم. مثلا انا مثلا بعتقد ان كل الاسوانات دي لازم ترجع للايه للاند للباك بوزيشن بحيث ان هي تبقى سيف وتبقى جاهزه لانها تبدا مره ثانيه من الوضع اللي هو الديفولت بتاعها. فانا لو محتاج سيف بوزيشن او ديفولت ستارتنج او ديفولت هوم بوزيشن محتاج استخدم كنترول فالف سبرينج ريتيرن، معناها ان اول ما الباور تتقطع او اول ما السيركت دي يحصل لها اوف كله هيرجع على الديفولت بتاعه اللي هو اللي انا مظبط السيركت بتاعتي ان هي تكون في ايه في الوضع السيفتي، وضع السيفتي اللي انا ايه اللي انا مصمم عليه. لكن في عيب هنا في الدوائر بقى دي، ان ايه ان دي محتاج دايما تكون ايه يا جماعه؟ ها محتاج دايما السيجنال اللي عندك تكون ايه كونتينوس ولا جاست بالس تشغلها؟ ها كونتينوس. محتاج، فده عيب، عشان كده لازم اعمل لها هولدنج سيركت بحيث ان انا ادي بالس من فالف تاني ويخلي لي دايما السيجنال هنا مستمرة، يعني بحيث ان انا ايه بعمل هولدنج للسيجنال دي، فمحتاج هولد سيركت، ده اللي هنشرحه في المحاضرة دي. اقرا معايا كده سيلف هولدنج. سيلف هولدنج انيبل يوزنج ا شورت بالس، يعني بيمكنك من انك بس تدي شورت بالس instead of a continuous signal to keep the motion of a drive cylinder to its position. يعني محتاج انك تدي شورت بالس بس مش continuous، لو هتستخدم ده يبقى لازم يكون continuous. هنفهم بقى من المثال اللي جاي ده، نشوف الاول الايه. طيب هو الامبلس فالف ده مش بيحقق لي ان انا هنا بدي سيجنال بدي هنا جاست امبلس وهنا جاست امبلس ويديني الاكشن؟ بيحقق لي، لكن ده فيه عيب ان ايه ان ما فيهوش سبرينج ريتيرن، يعني ما فيهوش ايه ديفولت بوزيشن، يعني ما فيهوش يعني ما اقدرش اصمم على هوم بوزيشن او سيف هوم بوزيشن. لكن هو ايه بقى مثله؟ لو انا مش محتاج ان انا اصمم لسيف هوم بوزيشن يبقى ده مفضل ليه؟ لان هو lower cost than spring return. لو انا هستخدم spring return بدل الامبلس فالف ده يبقى spring return دي محتاجه ايه سيلف هولدنج سيركت، يعني التكلفه هتكون اكتر شويه، لكن في مقابل انك بتعمل سيف هوم بوزيشن للايه للدايره بتاعتك. بات امبلس فالف هاف نو سبرينج ريتيرن، يعني الكلام ده بشرح هنا، فاحنا عايزين حد يعيد لنا اللي انا قلته ده عشان بس ايه نبدا نتكلم بقى بالتفصيل. اولا يا جماعه طبعا هنا في
36 واحد طبعا من 200 ده كلام ما ينفعش خالص يعني. وانا ان شاء الله هاخد الغياب وهيكون يعني حسابه ايه كبير، لان الكلام ده اول مره تسمعه، لو هتقراه وتفهمه ماشي، لكن لازم تحضر معانا. 36 ده قليل جدا، خد بالك. انا هاخد الغياب وهحاسب عليه، خد الغياب وهحاسبكم عليه. يعني ايه 36؟ الباقي نايم يعني بيصحى الظهر، خدته يعني كورونا دي قعدتكم في البيت خليتكم وقت تاخدوا راحتكم؟ لا مش هينفع يا جماعه. 36 دول هنشوف دلوقتي موجودين كمان ولا لا. فين مينا؟ مينا ادوار؟ مينا؟ لا يا دكتور معاك. معايا؟ تمام يا دكتور موجود. طب بص بقى معايا يا مينا، احنا قلنا ايه هنا؟ ليه بحتاج سيلف هولدنج؟ او ليه بحتاج الكنترول فالف بتاعي بيبقى فيه سبرينج اكشن؟ بحتاجه امتى؟ بحتاجه امتى يا مينا؟ معاك يا دكتور. بحتاجه امتى؟ محتاج سيف هوم بوزيشن. اه تمام، السيف هوم بوزيشن ده طبعا مش مينا اللي جاوب. السيف هوم بوزيشن ده بتحقق ازاي؟ ان اول ما السيجنال تتقطع بيجي لي ايه؟ بيجي لي ديفولت ايه؟ بوزيشن. والديفولت ده بظبطه ان هو يخلي السلندرز بتاعتي كلها ترجع للايه؟ للسيف ايه؟ او الهوم السيف هوم بوزيشن اللي انا مصمم عليه. طيب مادام انا محتاج ده، يبقى ساعتها السيجنال دي هتكون كونتينيوس ولا بالس؟ ها ايوه مينا معايا، يلا كونتينيوس. كونتينيوس. طيب كونتينيوس ده طبعا حاجه مش مفضله يعني، انا اسهل لي ان انا ادي بالس هنا واسيب ايدي خلاص يعمل الاكشن. يبقى في الحاله دي محتاج ان انا اعمل لها ايه؟ هولدنج ايه؟ هولدنج سيرفيس. في الحاله دي انا محتاج اعمل هولدنج سيركت. طيب استخدام ده مع الهولدنج سيركت طبعا اكيد هيخلي التكلفه ايه؟ تكلفه اكبر، لان هو ده شايف البلس الامبلس فالف ده جاست امبلس هنا وجاست امبلس هنا بيحقق لي الوضع، لكن ده ما فيهوش الايه؟ ما فيهوش السبرينج ايه؟ ريتيرن. يبقى انا لو مش محتاج اقرا معايا كده، امبلس فالفز ار اوف لوور كوست، بتكلفني اقل ذان سبرينج ريتيرن فالفز، لان السبرينج ريتيرن دي محتاجه معناها ايه؟ محتاجه معاها ايه؟ قول معايا. ها سيلف هولدنج سيرفيس، وبالتالي هيخلي التكلفه اكتر. فانا لو مش محتاج السيف هوم بوزيشن ده، يبقى ده ايه؟ يكفي، وهو بيحقق لي البلس اللي انا ايه؟ اللي انا عايز اصمم عليه ده، او اللي انا عايز استخدمه بدل كونتينيوس ايه؟ سيجنال. طيب ايه بقى السيلف هولدنج دي؟ سيلف هولدنج تعالوا نبص الاول، لو في البي ال سي، لو خدت اللي هو الالكتروميكانيكال ريلي، شايفين يا جماعه ريلي ده؟ ريلي ده قاعد عندي كويل هنا، اول ما بتاكتف الكويل بيحصل هنا مغناطه، دوره مغناط مؤقت خد بالك، وبالتالي بيعمل ايه؟ بيسحب الليفر دي لتحت. ايه اللي يحصل يا جماعه؟ خد بالك، هو انا عندي هنا كام كونتاكت، يعني كام نقط متصله ببعضها؟ سي متصله بايه؟ بسي 2، يعني الكونتاكت بوينت اللي فوق دي نورمالي ايه؟ نورمالي كلوز يعني مقفوله، والكونتاكت بوينت اللي تحت دي نورمالي اوبن كونتاكت. الكلام ده في الوضع النورمال، اللي هو الوضع بتاع السوسته، السبرينج دايسه وعامله لي الوضع النورمال ده. الوضع النورمال ده بغيره بايه؟ بانك بتدخل سيجنال هنا الكتريك دي سي كارنت او فولتج هنا، بيخلي دي تتمغنط، فدي تتحول من نورمالي كلوزد لايه يا جماعه؟ ها من نورمالي كلوزد لايه؟ تبقى اوبن، مش نورمالي اوبن، نورمالي كلوزد لاوبن. والنورمالي اوبن تتحول من ايه؟ من نورمالي اوبن لايه؟ لكلوز كده، لان دي هتنزل لتحت، فسي 1 هي اللي هتتوصل وسي 2 هتفصل. طيب وانا ببداها على بوزيشن معين بقى صح؟ سواء عايز نورمالي اوبن او نورمالي كلوز. تمام، الديفولت اهو بتاعنا، الديفولت ان السبرينج هي اللي شغاله، ودي نورمالي كلوز ودي نورمالي ايه؟ اوبن. وده الشكل بتاعها، ده دي السيركت، ادي الكويل ودي السيجنال اللي داخله له،
واهو اللي فوق نورمالي كلوزد واللي تحت نورمالي اوبن سي 2 كلوزد وسي 1 اي اوبن. تعال شوف ادي وادي الاي سيمبل بتاعها الرمز بتاعها بيكون بالشكل ده كده. لو مش فاهم اي حاجه مننا قول الكلام ده بيستخدم في الايه في الدوائر اللي بيبقى فيها كهرباء وهنستخدمه احنا في الالكترونيماتيك لما نوصل له ان شاء الله باذن الله. تمام. ايه الهولدنج؟ الهولدنج بقى شاكت اللي هو بيبقى اون اوف او ستارت ستوب. خد بالك معايا، تعال نشوف مثلا دي لما تدوس على الستارت بوتن فور هوايل يعني تدي له بلصايه يعني تدوس وتشيل ايدك ايه اللي يحصل؟ يلا خليك معايا. الريليتد اكتف ولا لا؟ ايوه اكتف. وبالتالي I want to be connected ولا لا؟ اه I want to يعني البولت هيوصل لايه؟ من السي السي هيروح للار 1 اه على طول. يبقى دي تفضل متاكتفه على طول. يبقى انا محتاج هنا افضل دايس ولا هي امبلس ادوس ايدي وارفع تاني؟ ادوس وارفع تاني اه مش كده؟ ودي تفضل شغاله على طول. طب لو عايز اعمل ستوب دي نورمالي كلوزد اهي، لو دوست على دي فتحتها ايه اللي يحصل؟ اللي مش هيتاكتف يرجع تاني لمكانه. اه يبقى دي اون اوف. نفس الاون اوف ممكن اعمله بطريقه تانية واقول لك ليه دي وليه دي. تعال بص على الثانيه دي، لو عملت ستارت من هنا الريليت اكتف ولا لا؟ ايوه تاكتف. وبالتالي اي وان كونكتد صح؟ كونكتد يعني معناها الداره اتقفلت. الريلي فاضل شغال على طول متاكتف صح؟ صح. طب لو عملت ستوب وفتحت خلاص ده ما بقاش متاكتف، ده رجع مكانه تاني وبقت اوف. طب ليه الباي باس ده دكتور؟ نعم؟ ليه الباي باس ده؟ فين الباي باس؟ هو الاثنين فيهم باي باس. اه باي باس. بالك؟ ده ايوه قول. لو انا ادوس على الايكون اللي هو لثانيه مثلا هنا ولا هنا؟ دي الاثنين في حاله الاثنين يعني. لو انا على قلنا انا كده اكتفت الريلي لثانيه بس اللي هو مده الدوس تكتفش لثانيه. وبالتالي لو اول ما يتاكتف ايه اللي يحصل؟ هيشد اللي خلاها الار 1 كمان ار 1 يبقى الفولت جاي للريلي دايما اهو وكانه جاب هيجي دايما ليه وانا دوست على الاون وشلت ايدي يعني الاون بقى خلاص تاني. طب ما هو الاون خلاص لكن دلوقتي افرض انك لسه دايس على الاون ايه اللي يحصل؟ هو الريلي يفضل متاكتف تمام اه متاكتف من ناحيتين يعني هيجي له فولت من هنا وفولت من هنا مفيش مشكله لكن اول ما تشيل ايدك الفولت ده هيتقطع لكن الفولت ده لسه واصل له صح ولا لا؟ تمام طيب ده الاون اوف ده بيسموه ايه بقى؟ ده بيسموه اون دومينيتس وده اوف دومينيتس. يعني ايه اون دومينيتس ويعني ايه اوف دومينيتس؟ يعني معناها انك انت لو غلطت ودوس الاثنين في نفس الوقت يحصل اون ولا اوف؟ جرب كده دوس دي ودي في نفس الوقت الريلي مش هيتاكتف يبقى ده الريلي هيتاكتف صح؟ يعني لانك اول ما تدوس اون هنا لما تدوس على الاثنين يبقى ده هيوصل له فولت ولا لا؟ يبقى الريلي هيتاكتف يبقى ده اون دومينيتس. يعني انا لو غلطت ودوست على الاثنين في نفس الوقت هيحصل لي الاون اي بوزيشن ده لكن هنا لو غلطت ودوست على الاثنين في نفس الوقت ايه اللي يحصل؟ قول معايا يلا. اه دي هتبقى كونكتد اه لكن دي هتبقى ايه؟ اوبن. اوبن يعني معناها الريلي مش هيتاكتف يبقى في الحاله هنا الاوف دومينيتس ودي الاون دومينيتس. طب مين المور سيفتي اللي هي السيفتي اكتر؟ دي لان انت بتدوس على الاثنين يعني معناها انت ما انتش عارف عايز تعمل له اون ولا اوف. فلما يكون اوف يبقى اسلم بالنسبه لك او يعني يبقى ايه ده السيف او ده لو انت عايز اوف دومينيتس بتستخدم الدايره دي ولو عايز اون دومينيتس بتستخدم الدايره دي. تعال نبص عليها هنا هل ده بي بي بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه؟ تعال بص هنا. اه اولا الكلام ده خدته في البي ال سي ولا لا؟ اللي هو ده النورمالي اوبن بيبقى شكله كده والنورمالي كلوز بيبقى شكله كده يا جماعه. يبقى دي نورمالي كلوز ها؟ ايوه دكتور ده هو النورمالي كلوز ده اللادر دايجرام اهو خد بالك.
ايه بتقول اه ده 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 دي فعلا بتعمل لاتشنج. لاتشنج يعني ايه؟ يعني جاست بالس هنا بتعمل الايه اللاتشنج بتاعك وبتثبته على الوضع الاون او الاوف. فشايف هنا ادي الايه ده الشكل بتاع اللي تحت يعني كدايره ستارت ادي ستارت دي ستارت ودي ستوب او الاون والاوف ستارت ستوب اتنين دي الاون دومينيتس والاوف دومينيتس. ازاي بقى نعمله نيوماتيك بقى؟ تعالى بص معايا اه ادي ده ال في 1 وده ال في 2 اللي هو كان ستارت ستوب. شوف لما ستارت ايه اللي يحصل؟ يعني انت هتدوس هنا جاست فور امبلس كده الضغط هيتنقل فين يا جماعه؟ لهنا خد بالك. وبعدين يعمل ايه؟ دي ايه دي؟ حد يجاوبني دي ايه دي يا جماعه دي؟ ده اورفال. يعني من هنا توصل السيجنال او من هنا توصل السيجنال. فاول ما تجي له سيجنال من هنا البليه دي تيجي الناحيه دي ويطلع على الديفولت ودي نورمال اهي نورمال اوبن. تجي لي الوضع الثاني ده الضغط يطلع في الاوتبوت هنا اخد الضغط في الاور ويفضل هو اللي مشغل الايه الدايره. يبقى ده اوف دومينيت ده الاوف دومينيت لانك لو ضغطت على الاثنين مش هيحصل الاحشاد ده. تعال نشوف الاون دومينيت وبعدين نرجع تاني نسالكم ونشوف بالتفصيل. ادي الاون دومينيت نفس الكلام. يعني انت لو فكرت هنا خدت الدايره دي وعملتها ايه؟ عملتها نيوماتيك. هو في الاوف دومينيت الاثنين سيرس مع بعض. تعال شوف كده في الاوف دومينيت الاثنين سيرس مع بعض وبينهم الاور. تعال بص كده الاثنين سيرس وبينهم الاور. مش دي الاور اهي؟ دي الاور اهي. بالك يعني يا من هنا يا من هنا. لكن في الاون دومينيت واحده في البدايه والثانيه في الفيدباك. يعني الاوف او الستوب دي محطوطه على الايه على الاور قبل ما توصل الاور. شايف هنا فعلا الاوف اهي محطوطه على الاور قبل ما توصل. طب تعال نشوف دي كده. لو دوست هنا بالس البريشر سيجنال هتطلع وبعدين توصل هنا توصل الضغط لفوق. الضغط ده يحصل له ايه؟ باي باس كده او فيدباك يرجع تاني من هنا ويفضل يشغل ايه دي الاون دومينيتس. بحيث ان انت لو دوست على الاثنين في نفس الوقت هيحصل اون مش اوف. طيب عشان بس ايه نتاكد ان الكلام ده اتفهم نرجع تاني نشوف. اولا في اسئله يا جماعه اللي عنده سؤال يسال. الاسئله بتوضح. اللي عنده سؤال يسال. طب انا هسال. معلش يا دكتور. ايوه اتفضل. معلش عن الصفحه اللي احنا فاتحينها دي. ايوه هو احنا بنبدل بقى المكان الواحد واحد بوينت ده بالجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي ولا ايه؟ يعني الدايره اللي تحت بتتحط لا بتقول انهي دايره اللي تحت دي اللي هي الهولدنج. لا الهولدنج هنا انا مش محتاجه. انا محتاج الهولدنج امتى؟ لما يكون عندي الكنترول فالف فيه ايه؟ في سبرينج. محتاج هولدنج بحيث ان انا ما افضلش دايس. لا تجي لي سيجنال او ما افضلش حاطط بريشر سيجنال هنا. لا البريشر سيجنال تفضل ضايق جاي على طول مع ان انا دوسه بسيطه على فالف تاني زي ما قلنا. فده محتاج هولدنج لكن ده مش محتاج هولدنج. لكن ده ما بيحققش اللي انا عايزه. اللي هو ايه اللي انا عايزه؟ ما بيحققش السيف بوزيشن بتاعي. ليه؟ هو السيف بوزيشن ده بيجي منين؟ قول ان انا عندي الديفولت. يعني لو في باور فيلير خلاص ما فيش باور جايه من هنا. اكيد اللي هيجي لي الوضع الديفولت اللي فيه السبرينج صح؟ السبرينج ده انا مظبطه بحيث ان الاسطوانه ترجع للايه الهوم بوزيشن اللي هو السيف بوزيشن بتاعتي. فدي بتحقق لي امكانيه او ان انا اشتغل ببالس سيجنال لكن مش محتاج هنا ان انا مش سيف. لكن يعني انا بستخدم يعني انت حضرتك بتقول ان انا بستخدم الهولدنج مع انه مكلف يعني بس عشان لكن انا محتاجه لان انا مش يعني محتاج ادي بلصايه وتعمل لي الايه الاكشن. لكن هنا محتاج ايه؟
كونتينيوس ولا بلصايا جاس تكفي؟ لا محتاج بلصايا بس تكفي. لا هنا رأيك. هنا كونتينيوس هنا لو محتاج بلصايا بس يبقى انا محتاج اعمل له ايه؟ سيلف هولدنج ايه سيرك زي اللي احنا ايه اتكلمنا عليها تحت دي. ايوه مكانها بيبقى فين في الدايره بقى؟ هناخد مثال عليها حالا دلوقتي. فاحنا قلنا بقى الاوف دومينيت والاون دومينيت، وجبنا اللي هي الالكتريك انالوجي بتاعتها هي جايه منين، من الكهرباء اللي هو اللاتشنج سيركت اللي انت خدتها دي اللي هي الستارت ستوب. وانت تلاحظها يعني مثلا عندك في اي جهاز بتعمل ايه، بتجاست انك تدوس على بوتون كده وتشيل ايدك يبقى الاكشن يتم ويفضل شغال. اكيد ده في لاتشنج من جوه، لان انت عشان تنفذ سيجنال لازم تفضل موصل السيجنال ليها. لا لكن كونك تديها امبلس كده يبقى معناها في لاتشنج جوه، ادي اللاتشنج اهو، ده اللاتشنج بيكون بالشكل ده، سواء كان بقى سوفت وير او هارد وير زي ما بيعملوا. ده بقى ده تمثيل النيوماتيك. احنا قلنا هنشوف حد يقول لنا الكلام ده. انا بستخدم النيوماتيك ما بستخدمش الالكتريك صح؟ يعني طبعا الالكتريك بس عشان اقول لك جت منين. تمام. ادي النيوماتيك اهي بتاعها، ده الاوف دومينيت وده الاون دومينيت. معلش دكتور، هو البريسر اللي بيطلع في الاخر خالص ده او السيجنال بتطلع في الاخر خالص دي هي اللي بوديها على السلندر؟ تمام. هي اللي بتروح على السلندر. لكن انا هنا بص، هو انا هنا استخدمت ايه؟ كنترول فالف في سبرينج ريتيرن ولا ما فيهوش؟ في. يبقى محتاج السيجنال دي تكون ايه؟ كونتينيوس مش كده؟ لكن انا هنا اديتها السيجنال كونتينيوس ولا جاست بالس؟ عن طريق بالس، يعني البالس اللي انا اديته ده فضل كونتينيوس على الايه، على السبرينج ريتيرن فالف اللي هو اللي انا محتاجه عشان السيف ايه، السيفتي اللي انا ايه اللي انا فارضها على السيستم. بقول لك يبقى انا لان السيجنال دي البالس هنا اتحولت لايه، لكونتينيوس هنا. طبعا لو عايز اعمل اوف هدوس على ده برضو سيجنال كده يحصل لي ايه اوف للايه، السيجنال يعني ده يرجع للديفولت بتاعه اللي هو السيف، يرجع لي كل الموفينج بارت بتاعتي ايه للسيف، ايه السيف بوزيشن بتاعها. بالك ها يلا اللي عندي سؤال يسال يا جماعه، الاسئله مفيده لو سمحت يا دكتور. ايوه قول. هو انا هنا كده بقى هيبقى الضغطه بتاعتي بالس ولا كونتينيوس؟ هنا بالس وفي الاوف كمان، او في الاوف كمان، لانك هنا جاست بالس هنا بتعمل ايه، بتخلي دي دايما اون او دايما بريشرايز مش كده، لان بيجي لها بقى يعني بالدايره اللي انا عملتها دي اللي هي السيلف اوكي تفضل مكمله الدايره تفضل شغاله لحد ما انا ادوس على الاوف، لان انا محتاج هنا مع ده بالذات محتاج هنا كونتينيوس مش محتاج بالس. لكن لو كان امبالس يعني من ناحيتين فالف كان البالس واحده كافيه تمام كده. طيب يلا في اسئله تانية يا جماعه. دكتور بعد اذنك. ايوه هي في الكهرباء اللي هي اللي فيها الريلي. ايوه قول اللي بعد دي. انا ايه اللي بيضمنني بقى في الدايره دي نفسها انه هيفضل لايتشد، يعني هيفضل الوضع منتين؟ طب تعالى نبص على دي الاول، ما دي بيحصل لاتشنج وهنا بيحصل لاتشنج. لما تدوس ستارت ايه اللي يحصل؟ لما تدوس ستارت هيوصل للريلي. الريلي هيوصل مش كده؟ يعني هيتاكتف. هيتاكتف يعني الار 1 دي هتبقى الار 2 هتبقى اوبن والار 2 والار 1 هتبقى ايه؟ كلوز. هتوصل بالفي. ومعناها ان الفولت جاي من عن طريق الار 1 كده، خد بالك واصل تاني للريلي ولا لا؟ تمام. فانا حتى لو شلت ايدك من هنا فهو جاي له فولت من فوق، ودي هترجع تاني مكانها؟ لا مش هترجع، لان الريلي متاكتف. تمام. الريلي ما بقاش اوف. بقول لك طب هو ليه اون دومينيت؟ عشان لو دوست على الاثنين مع بعض هيبقى اون، لكن هنا اوف دومينيت، لانك لو دوست على الاثنين في نفس الوقت هيبقى اوف. وطبعا ستوب لوحدها لو دوست عليها هنا وهنا
ده هيبقى ايه؟ هيخلي ده هيخليه اوف يعني. طبعا ده كده اللي هو السويتش اللي احنا بنسميه نورمالي كون نورمالي كلوز سويتش، وده نورمالي اوبن ايه سويتش. بالك يعني هو حاجه بسيطه كده. ايوه اتفضل. لا ده سؤال في سلايد 7. هو دي انا انا دكتور مش فاهم ليه. لا مش 7 اللي هي اخر حاجه خدناها خالص اللي هو كان الاون والاوف فوق بعض. ايوه دي ايوه. هو انا مش على الفي 1 ادوس بلس كفايه؟ اه بلس هتعمل ايه قول لي انت؟ بلس هتحرك البليه ديت لليمين ويطلع لفوق. ده بلس يعني معناها ان البريشر هيتوصل بالاوتبوت مش كده؟ تمام. طيب طلع بالاوت البنيه دي هتيجي يمين، هتيجي يمين ويشغل هنا يشغل الايه الكنترول فالف ده. تمام صح. كنترول فالف ده يعني كان دي توصل بالبريشر ولا لا، ياخد منها بقى فيدباك. ياخد منها فيدباك ويكمل على الاور. يفضل على طول في يفضل على طول بريشرايز. ماشي يعني انا كده مش محتاج غير بلس. يعني هنا مش محتاج الا بلس، لكن هنا لازم تبقى كونتينيوس. عشان كده استخدمنا الهولدنج السيركت دي بحيث انها تحول لي البلس دي لايه؟ لكونتينيوس سيجنال. هنا ايه بقى اللي ملخبطك قول؟ لا طبعا انا سمعتها بس ان احنا محتاجين نبقى كونتينيوس، سمعتها غلط. هنا لازم تبقى كونتينيوس لازم. ايوه تمام. لكن انا هنا اللي انا محتاج اديه كاوردر بتبقى ايه؟ بلسايه. خد بالك مفهوم؟ تمام يا دكتور مفهوم. طيب دكتور بعد اذنك. دكتور عمر اسامه فين؟ عمر اسامه عمو السماء ودا يتفضل. مين معي؟ مين بيتكلم؟ دكتور هو تقريبا النت قطع لحضرتك بس. عمو ده مش موجود خالص يعني. طب فين محمود احمد غازي؟ محمود احمد غازي يا جماعه جازي مش غازي. ايوه دكتور انا موجود. ايوه دكتور مين معايا؟ انا محمود احمد جازي يا دكتور، عمال ارد. انا رحت اجيب ورقه وقلم عشان اكتب اسمك يا محمود. لا انا عمال ارد وبعت لحضرتك مسج كمان. طب دي واحد خليك معايا دي واحد. ماشي اتفضل. قول لي يا محمود اتفضل. احنا ليه بنحتاج الهولدنج سيركت؟ ليه بنحتاجها؟ ليه بنكلف نفسنا ونعمل دايره تعمل لنا هولدنج للسيجنال ليه؟ علشان ما نحتاجش ان احنا يبقى عندنا على طول مشغلين كونتينوس سيجنالز، ويبقى عندنا بس ان احنا في طيب. البدايه نحتاج ان احنا لما انا اشتغل بده، ما هو ده بيشتغل بالص وخلاص.
ده اللي هو الـ ده بنستخدمه في الحالات ده بنستخدمه في حالات لما يكون عندنا السلندر الفوليوم بتاعها كبير، انما التاني ممكن نستخدمه في اي حاله. لا احنا ما اتكلمناش كده دلوقتي، احنا قلنا ان احنا هنا مضطرين ان احنا نستخدم ايه، فان احنا نستخدم ايه كنترول فالف في ايه، في سبرينج ريتير، يعني في ديفولت ايه بوزيشن. تمام. ليه بقى ليه انا محتاج ده، ليه انا محتاج ان انا محتاج ان انا احيانا محتاج ان انا استخدم كنترول فالف في ديفولت ايه بوزيشن، ليه محتاجه امتى ده؟ حد يجاوب يا جماعه، حد يجاوب عليه رد عليه. ما يكون انا محتاج دكتور لو عشان نبقى عامل امان يا دكتور للبوزيشن. قول قول اتكلم ده يقول ارجع للسيف هوم بوزيشن لو الكهرباء فصلت. اه يعني لو 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 السيجنال دي اتقطعت لاي سبب يبقى انا عندي ديفولت بوزيشن، الديفولت ده انا بظبطه بحيث ان كل السلندر يحصل لها ايه ترجع للهوم بتاعها، ترجع للهوم اللي هو السيف اللي انا شايف اللي انا شايف. اه تمام. وبالتالي تمام. وبالتالي انا دلوقتي ما ببقاش عندي بلس، لا ده دلوقتي انا محتاج كونتينوس ايه سيجنال، فمفروض اعمل لها ايه سيلف هولدنج مش كده، اعمل لها سيلف هولدنج. طيب سيلف هولدنج ده ينفع، لكن ده ما بيدينيش الايه الهدف اللي هو بتاع الايه السيف ايه بوزيشن، لان ما فيهوش سبرينج ايه بتيرن. ده بيشتغل امبلس اه من ناحيتين، لكن ما هو ما بيحققليش السيفتي اللي انا عايزها. قلنا بقى السيلف هولدنج دي يعني بدأناها بالكهرباء عشان نقلدها في النيوماتيك، وفعلا عملناها. ده الاوف دومينيت وده الايه وده الاون دومينيت. هنا ببلصايه واحده بس جالي وضع الادفانس، واخد بالك، وبلصايه ثانيه جالي وضع الايه بتير. ده الاون دومينيت يعني ده الاوف دومينيت. طيب دكتور بعد اذنك سؤال. ايوه اتفضل. يا ريت الاسئله اللي انا اسئله. اتفضل. في السلايد هنا هو دلوقتي يعتبر انا لما بدي البلس عند الفالف واحد، لما بدي بلس يعتبر البلس دي بعد ما بتعدي من الاور فالف بتفضل لوبت. اهي بتشتغل لوبت صح؟ ما هي جت هنا ايه؟ يعني معناها وصلت الاوتبوت بالبريشر، يعني ده وصل له بريشر صح؟ تمام. وصل له بريشر، انا خدت منه هو باي باس او فيدباك او تاني عن طريق V2 عشان تفضل الاشاره ديت مستمره رغم انها بلس على طول. اه مع ان انا دخلت هنا بلس، لكن هنا الاشاره اللي طالعه دي دايما ايه كونتينيوس. الاشاره دي دايما كونتينيوس، خد بالك. تمام شكرا. وده الاون دومينيت معناه ان انت لو دوست على الاثنين بالخطا هيدي لك اون، والاوف دومينيت لو دوست على الاثنين بالخطا هيدي لك ايه يدي لك اوف، يبقى النتيجه بتاعته اوف مش اون. تمام شكرا. شوف بقى الاكسرسايز ده ونحله مع بعض. A single acting cylinder is to be controlled by two valves V1 and V2 such that A بقى piston travels out يعني يحصل له expansion when valve 1 is A activated by A by an impulse signal and remains in its forward end position after V1 has been released. يعني تديها امبلس عند V1 تبدا الزونه دي يحصل لها تقدم until an impulse reverse signal is input through V2 يعني لما يجي لها اشاره معاكسه تاني عن طريق V2. وهنا بيقول لك only valves with spring return are used، يعني هو مش هنا محتاج ان دايما الفالفز بتاعته اللي هي الكنترول فالفز لانه اكيد محتاج سيفتي هنا. اهو بيقول بقى requirement of use only valves with spring return is imposed for reasons of ايه يا جماعه؟ safety. If a definite starting position is to be assumed in conditions of power A failure. Using spring return valves the output falls off. يعني بيشرح بقى ان السبرينج ريتيرن ده
اول ما تقطع السيجنال بتاعتك هيرجع تاني السبرينج ديفولت بوزيشن بتاعته، فهو محتاج هنا سيلف هولدنج ايه تشيك، يعني بيقول ان احنا هنستخدم سبرينج ريتيرن فالفز لكن معاها لازم تستخدم كمان سيلف هولدنج ايه تشيك. هنا هيستخدم ادي الاوف اهي الاوف الاوف دومينيتس سوليوشن يوزنج اوف دومينيتس تشيك. ادي الفالف اهو اللي في سبرينج ريتيرن، وعشان السيجنال دي تبقى كونتينوس استخدمت معاه الاوف دومينيتس اللي احنا لسه شارحينه حالا دلوقتي. فانت لو عملت اون السيجنال دي هتوصل السلندر يحصل لها ايه يا جماعه؟ ها بيستون ده يحصل له ايه؟ اكسبانشن يحصل له ادفانس لغايه النهايه ويقف. وهنا جاست بالس هنا يا حقيقه الكلام ده. طب لو عايز يرجع تاني اعمل ايه؟ ادوس على الاوف وبعد كده يعمل لي بقى ال مفيش هنا بقى سيجنال، فدي ترجع الديفولت تاني يبقى دي فضيت يرجع تاني بالايه. طيب بس خد بالك بقى هو ليه استخدم هنا مش كان ممكن اخد دي اوصلها دايركت بالسلندر؟ ليه استخدمت هنا ان دايركت يعني عشان ملهاش فوليوم؟ لا 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 خالص، عشان سبب تاني فكر فيه كده، اللي يوصل له هيبقى له ايه؟ قالوا بونس كويس. دكتور احنا استخدمنا اندايركت علشان السلندر ده كبير جدا وانا محتاج فولت. لا 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 ده مش هو ده السبب، يعني السلندر دي معقوله لكن انا محتاج ده ليه؟ خد بالك اندايركت عشان السرعه؟ لا لا خالص خد بالك. طب انا هسالك سؤال وجاوبني لو سمحت، مين معايا الاول؟ فريد يا دكتور. فريد ايوه يا فريد، بص يا فريد لو خدت الاشاره دي على طول على الاسطوانه خليك معايا واديت هنا اون ايه اللي هيحصل؟ البريشر سيجنال هتطلع تطلع تطلع لغايه ما توصل لايه؟ الاسطوانه. صحيح هاخد منها صحيح هاخد منها فيدباك بحيث ان دي تفضل اون على طول. يعني كان ممكن ده يبقى ال 1.2 ده يبقى مكان ال 1.1، لكن ليه بستخدم واحد تاني؟ تعالى بقى ايوه بص معايا، هو انت بدات تملى السلندر صح؟ السلندر كان هنا فينت وكان هنا فينت صح؟ فايه؟ اول ما تدي له هنا بريشر سيجنال وتشيل ايدك في ثانيه، هل البريشر هنا حصل له بيلد اب في نو تايم؟ لا لازم محتاج تايم محتاج وقت فانت اول ما تشيل ايدك مفيش يعني الفيدباك ده هيجي من هنا بقى هيجي من السلندر. حضرتك عملت الجزء ده علشان انا ادوس دوسه واحده بس هو يشتغل ويفضل هو شغال مع نفسه حتى بعد ما انا دوست. لان مع لغايه هنا كده الاخطار يعني الاحجام بتاعت الفلفات دي كلها صغيره، يعني تتملي في نو تايم وتفضى في نو تايم كده، لكن اول ما تدخل بقى السلندر محتاجه وقت، محتاجه مثلا نقول ثانيتين 13 ثواني. يبقى انت لو سبت ايدك قبل ال 10 ثواني ما يخلصوا هتبص تلاقي البريشر هنا ما وصلش لسه يبقى مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل كونتينوس سيجنال على الايه؟ على الفالف 1.2 ده بالك. وفي التفضيه برضه هيعمل امبلس وهو يكمل كونتينوس يعني هنا بس يعني شوف اول ما تعمل هنا بلصايه كده في السيستم ده اللي هو فيه دايركت اللي هو فيه اللي هو الاندايركت اللي فيه 1.1 ده كل المواسير دي اختارها ايه يا فريد؟ ضيقه مش كده؟ يعني كل السيستم ده كده يعني تتملي في نو تايم وتفضى في نو تايم. يعني اول ما تدوس كده هتبص تلاقي البريشر سمع هنا ولا لا؟ سمع هنا لان كل دي سمع هنا اقدر اعمل له فيدباك يفضل دي دايما، لكن افرض ان دي لغيت ده وحطيت الاسطوانه مكانها، هل الضغط جوه الاسطوانه بيحصل له بيلد اب في نو تايم ولا محتاج وقت؟ لا محتاج وقت. الوقت ده لو شلت ايدك قبل الوقت ده ولا كانك عملت حاجه خالص. طيب لو انت فاهم عايزين حد يقول لنا بقى وانا بفضي لو انا بفضي ايه اللي يحصل لو دايركت او ان دايركت لو انا بفضي يا دكتور بعد اذنك. ايوه اتفضل.
دلوقتي عشان كده انا اخدت الفيدباك قبل الفالف اللي هو عشان ابقى انا ضامن ان في جزء بسيط جدا البريشر حصل له بيلد اب، لان دي المواسير صغيره صح كده؟ تمام. يعني كل دي مثلا تتملي مثلا ب 10 سنتيمتر مكعب هواء مثلا، لكن هنا الاسطوانه دي محتاجه احجام اكبر، او بيحصل بيلد اب هنا في وقت معين حتى لو كان ثواني، لكن انت عايز تدوس هنا وتسيب ايدك في، يعني قول في نو تايم. تمام. النو تايم ده كافي ان هو يحقق البريشر بيلد اب هنا في المنطقه دي، لكن بقى 1.2 مش هيكون لحق يملا 1.1. تمام. لكن السلندر بقى اللي هي ال 1.0 دي محتاجه وقت عشان يحصل لها بيلد اب كده. طيب افرض بقى ان هو اتملى فعلا وعملت اوف، او فضلت انا دايس هنا مثلا 10 ثواني لغايه ما حصل البريشر بيلد اب والدايره بدات تشتغل والسلندر بدا يوصل لغايه النهايه، حبيت اعمل اوف، شوف كده قول لي لما تعمل اوف ايه اللي يحصل. ممكن اقول يبدا يفضي. يفضي مين بقى؟ يفضي الهواء اللي هنا في المساحه الضيقه دي، ولا المفروض يفضي الهواء اللي فين؟ هيفضي الهواء اللي في السلندر نفسها اللي هي 1.0. وده محتاج طب انت لو شلت لو شلت ايدك بدري هنا ايه اللي يحصل؟ مش هيلحق يبقى هيمشي يخش في الاوربت، لسه فيها ضل، لسه فيها ضغط، يعني لسه ما حصلوش ايه فيلي بالك في الضغط. حاله الدايركت ده يا دكتور هيدخل. انا عايز اثبت على الفنت. تمام. فده لما حصل لو كان في بشر يعني معناها يرجع تاني يخلي الاسطوانه دي تتقدم تاني، خد بالك. يبقى هنا محتاج وقت ان انا افضل دايس عشان الستارت، محتاج ده بيتغلبوا عليه انه يخلي دي كلها منطقه كده ان دايركت ويشتغل بال 1.1. بالك الكلام ده نقراه مع بعض كده دكتور معلش. هي تقول هو في الريتيرن مش هينفع يكون دايركت في الريتيرن ليه؟ عشان هيبقى في فيدباك المفروض برضو. طيب اما لا كده ينفع ولا كده ينفع في الاثنين، لو انت هتوصلها دايركت على السلندر لا كده ينفع ولا كده ينفع، او يبقى لازم بقى تفضل دايس فتره طويله لغايه ما البشر يحصل له بيلد اب هنا، ولازم تدوس فتره طويله لغايه ما البريشر يحصل له ايه فول داون كده، خد بالك، لغايه ما البريشر يوصل تاني لقيمه الفينت بحيث ما يرجعش السيستم تاني يشتغل مع بعض. دكتور ممكن حضرتك تشرح تاني بس الجزئيه بتاعت الريتيرن؟ طيب الريتيرن انا دلوقتي فضلت دايس، احنا بنتكلم على الدايركت، يعني ده مش موجود ودي متوصله على طول على ايه؟ على السلندر، بالك. فانا فضلت دايس لغايه ما البريشر هنا حصل له بيلد اب، بحيث ان انا لما اخد منه فيدباك يفضل مشغل البريشر 1.2 ده اللي هو بقى كنترول فالف هنا، وبدات الاسطوانه دي تتقدم للاخر. طيب انا لو عايز اعمل اوف بقى هدوس دي، المفروض نو تايم، في الدوس سبت ايه اللي هيحصل؟ مش هيلحق ينزل كل يعني. كل الهواء ده هيطلع عن طريق الفنت مش كده؟ طيب انت اول ما تسيب ايدك كل الهواء ولا جزء منه بس اللي طلع؟ جزء منه، جزء صغير جدا، يعني الاسطوانه تقريبا لسه مليانه، لسه مليانه، يعني الضغط فيها ايه، موجود ولا مش موجود؟ موجود موجود موجود، يعني هيعمل لي فيدباك يرجع لي الوضع بتاع يعني. فانا محتاج هنا استنى وقت طويل وانا مش مصمم عشان كده، انا مصمم عشان هنا ادي امبلس وادي هنا امبلس يعمل لي الفايده. تعالى نقرا دي كده بس انا ولا دكتور لازم افضل دايس على الفي 2 ولا لا؟ طبعا عشان افضل دايس عليها لحد ما افضي الاسطوانه، تفضل دايس عليها لغايه ما السلندر دي البريشر جواها ينزل، يبقى تقريبا قد في ضغط جوي بحيث ان هو ما يتنقلش تاني، لان انا باخد منه فيدباك اهو، لو اتنقل تاني هيديني الوضع بتاع الادفانس صح، فانا عايز يحصل له فيلير بحيث ان الفي 2 دي تخلي دي ترجع تاني. طب اقرا معايا كده نشوف هنفهم ولا لا. Normally it is possible to connect يعني بيقول ان انا ممكن اوصل 1.2 directly لايه للسلندر ده عادي ده ممكن،
ولكنه ما بيمسحش بكده. ليه ما بيمسحش بكده؟ بيقول ايه بريشر بيلد اب ان سيلندر داز نوت تيك ات بليس، ما بيحصلش في نو تايم ات وانس، بات ات از اولسو نوت كونستانت اوفر. كمان في مشكله تانية، ان هو البريشر ده اللي في الاسطوانه ما هو ثابت طول الشوط، لا بيحصل له فلكتويشن، يعني بيزيد ويقل لان حجمها طبعا بايه بيأثر. فبيقول 1.2 requires a certain minimum pressure to be activated، يعني ده محتاج عشان الفيدباك ده يأثر، محتاج ده يعني على الاقل minimum ايه pressure يعمل له التأثير ده، وده مش هيحصل لو انت سبت ايدك على طول من V1. So the self-holding on function may not be effective، ما تعملش الحاجة اللي أنا طالبها منها if released too early، يعني لو شلت إيدك بدري مش هيحصل لها الإيه الأكشن اللي أنا طالب. On the other hand بقى اللي هي حكاية الطف when V2 is activated، يعني وأنت عايز تفضي الأسطوانة، control side is actually exhausted but it switched over and the cylinder is exhausted. يعني بيقول إنك أول ما تدوس على V2 دي الفالف 1.3 ده هيتوصل بالفنت اكزوستد يعني، وبالتالي الاسطوانه هتوصل بالفنت، بس ده محتاج وقت. بيقول ايه so if V2 is just pressed and released early as it is designed for، انا مصممها عشان كده ان انا ادوس واشيل ايدي بسرعه، the residual pressure الضغط الباقي في السلندر is not completely exhausted، مش كله تفضى، وبالتالي sufficient to switch back 1.2 again. يعني لو شلت ايدك بدري هنا هتبص تلاقي الضغط اللي انا جايبه بقى من السلندر، يعني انا موصلها دايركت هنا، يبقى كافي ان هو ياكتيف لي 1.2 تاني بحيث ان ايه يحصل اكسبانشن تاني زي ما قدامك. لو سمحت اوديه، ولو ما فهمتهاش تبقى تسأل. في أسئلة يا جماعة في المحاضرة دي؟ في أسئلة يا جماعة؟ في شوية. تمام يا دكتور. طيب. برضو كده يعني خمس دقايق كده مش عارف. خلينا على 11 ونخلص 11 ونص إن شاء الله. 11 كتير، لا تعالى 11 ولا 5 لو سمحت. هو ممكن يا دكتور نكمل؟ لا مش ممكن. نكمل دلوقتي. ممكن احنا عندنا كويزات عايزين نعملها، وعندنا معمل عايزين نروحه، وعندنا حاجات كتيره. لا مش ممكن نكمل. قول لحضرتك كمل. عايزين نكمل دلوقتي يا دكتور. نكمل. طب حاضر ماشي. حاضر وقت ما نخلص ليها. السبعة دي بقى تتكلم على ايه بقى؟ على أمثلة، يعني مثلا دي تطبيقات هنعملها مع بعض كده. فإكسرسايز 8 دي اقرا معايا كده لو سمحت. ها بيستون رود اوف ا دبل اكتنج سلندر از تو بي سيلكتيفلي ترافل اوت اند ان، يعني الدبل اكتنج دي انا عايز البيستون ده يمشي قدام او ورا على حسب ما انا ضاغط ريتيرن او ادفانس. اول ما تشيل ايدك ات ماست بي بوسيبل for the piston to be stopped in any desired position، يعني البيستون ده يفضل ماشي لغاية نقطة معينة أنا عايزها وتسيبه ويبقى ساعتها fixed. يقول any desired position by releasing the button and as far as it's possible with air to be held in position، يعني وتكون ثابتة في مكانها مع الهواء. ده لو ممكن مع الهواء طبعا، بيبقى لأن الهواء compressible فممكن ما تبقاش ثابته قوي يعني. لكن هو بيقول ايه ان هو عايز بوتن كده لما يدوسه الاسطوانه دي يحصل لها اكسبانشن، اول ما توصل للمكان اللي انا طالبه تسيب ايدي وتفضل ثابته في المكان ده. فده بيتعمل ازاي؟ بص معايا كده، ادي الادفانس وادي الريتيرن. الادفانس بيعمل ايه يا جماعه؟ بيجيب انهي وضع؟ ها بيجيب الوضع بتاع ايه؟ قول بتاع الادفانس. بتاع الادفانس، يعني دي بريشر ودي فينت،
البيستون ده يبدا ايه يحصل له ادفان مش كده. طيب خد بالك هو حط هنا على التو بورتس دي 2 باي 2 فالفز، يعني يا اما اون يا اما اوف، يا اما فاصل الفالفات دي يا اما موصلها. التو فالفز دول بيتاكتفوا بنفس السيجنال اللي انت اديتها. شايف السيجنال اللي انا اديتها واحد فين؟ اهي شايف الاور دي الاور دي يعني السيجنال دي راحت اكتيفيت الوضع الاكسبانشن وفي نفس الوقت وصلت لمين؟ للتو فالفز دول. عملت ايه فيهم؟ فتحتهم ولا قفلتهم؟ فتحتهم. فتحتهم يعني خلت ده متوصل وده متوصل. توصل يعني معناها السلندر ده يحصل له ايه؟ اكسبانشن. اول ما توصل المكان اللي انا عايزه هشيل ايدي واول ما تشيل ايدك المفروض بقى ان اللي جاي من الناحيه دي بقى قد اللي جاي من الناحيه دي بريشر مش كده. اه بقول ايه هنا دي واحده زي البوزيشن باي ريليسنج ذا بوتون. بس انت اول ما تشيل ايدك هنا ايه اللي يحصل يا جماعه؟ الاشاره هتبقى فينت قد قد البريشر هتبقى دي فينت مش كده. فلما تبقى دي فينت ايه اللي يحصل؟ ها دي هتبقى فينت ودي هتبقى ايه؟ تبقى فينت. يعني دول هيبقوا ايه الاثنين نوت كونكتد. يعني البورت دي والنوت البورت دي بقت ايه اتفصل. يعني لا دي جاي لها فينت ولا دي جاي لها ايه بريشر. فيحصل ايه بقى للبيستون ده؟ ها المفروض ان هي تثبت مكانها يقف في مكانها. ايوه كده يفضل في مكانه ثابت. خد بالك. طب لو عايز تعمل ريتير بتدي سيجنال اهو السيجنال دي بيدي لك السيجنال بتاعت الريتير بالك وفي نفس الوقت بيدي سيجنال للتو فالفز دول ان هم يفتحوا ولا يقفلوا. يا جماعه واحد يفتح واحد يقفل. لا اهو شايف الاثنين يفتح ده فاتح وده فاتح يعني موصل الاوتبوت بالايه بالانبوت. خد بالك يعني لما الاثنين يوصلوا يعني دي وصلها بريشر ودي وصلها ايفنت فده يبدا يحصل له ايه؟ ريتيرن لغايه لنقطه معينه. اول ما تشيل ايدك عن الريتيرن دي ايه اللي يحصل؟ يثبت ده فينت. لكن هنا الاشارات هنا توصل ايه؟ دي بقت فينت ودي فينت. يعني معناها التو بورتس دولت ايه؟ اتوصلوا ولا انفصلوا عن بعض؟ انفصلوا يعني معناها يفضل ثابت في مكانه الناحيه اللي فيها البريشر او الهواء اللي جوه موجود وبالتالي الايه السلندر ده ايه موجود. فهو عشان كده بيقول لك ايه as far as it is possible لان مع الهواء يعني دي فيها هواء ودي فيها هواء ما تفضاش لكن المفروض ان هو ثابت. لكن الهواء لانه منضغط لان انت يعني ممكن ساعتها يتحرك بس ايه يبقى يعني ثابت بس ما هوش ايه held in position يعني دقته اقل من ليكويد. طبعا لو ليكويد وفي ده مليان ليكويد من ناحيتين هيكون الهولدنج بتاعه اقل ولا اكتر يا جماعه من الهواء؟ هقول لو ليكويد لو اويل هيبقى اكتر من الهواء. فالمهم استخدم الطريقه دي. على فكره الامتحان برضه هيكون حاجه من المحاضرات يا جماعه. انا ممكن اجيب لك حاجه زي دي كده تماما اكتب لك الوصف ده وانت ترسم لي الايه الدايره او اكتب لك الدايره وانت تشرح لي الوصف. غالبا هيبقى انت اللي هتصمم مش هتصممها بقى هيكون موجوده في المحاضره يعني مش هجيب لك حاجه جديده غالبا يعني هجيب لك حاجه جديده هجيب لك من المحاضره. فاللي مش فاهم يقول واحنا نقول او شوف الكاتب بيقول هنا ايه on to the compressibility of the air لان الهواء ده مضغط it is not possible to effect accurate stopping of the piston. يعني مش اول ما تسيب ايدك البيستون هتفضل مكانها ثابته ان انترميديت اي بوزيشن مع الهواء. لكن مع الاويل طبعا او مع الهيدروليك هتبقى الايه انك ممكن تظبطها في مكان دقيق او بدقه اكتر. يلا يا جماعه لو في اسئله قول. وانا يا دكتور مش ممكن استخدم في اللي هو 1.3 1.2 استخدم مثلا نيوماتيك بس في 1.2 اخليه 1.2 اللي هو فين؟ تخليه ايه؟
يعني 1.2 سبلاي بتاعه هو 1.3 هيبقى نيوماتيك، بس 1.1 السبلاي بتاعه هيبقى هيدروليك. لا مش حكايه، هو الكلام مش على الفالفات دي خالص، الكلام على السلندر. ما هو لو 1.1 السبلاي بتاعه هيدروليك هو اللي داخل على البيستون. اه يعني تقصد انك هتستخدم يعني هيدروليك هيدروليك ايه ابلكيشن يعني دي هيدروليك مش نيوماتيك مش كده؟ ده اللي هو 1.1 بس عشان الباقي بيحصل فينت في تطبيقات هيدروليك وفي تطبيقات نيوماتيك. النيوماتيك دي زي ما قلنا زي ما اتكلمنا في اول محاضره ان ليها ان الفورس فيها ما بتبقاش عاليه وان الدقه ما بتبقاش بالظبط، لكن احنا بنتكلم عن النيوماتيك. في النيوماتيك مش هتلاقي انك تظبط البيستون ده في مكان انترميديت بايه بدقه عاليه، لكن لو هي هيدروليك ممكن تظبطه بدقه عاليه. المهم ده ممكن يتعمل ايه بقى بكل سهوله بقى، خد بالك ده ايه ده 4x3 fixed centralized position. يعني فاكرين اللي فيه ثلاث اوضاع ده، الوضع اللي في النص ده هو الديفولت بتاعه، لان في سوسته هنا وسوسته هنا بتسبب لي الوضع اللي في النص ده. والوضع اللي في النص ده عامله ايه بقى هنا يا جماعه؟ معمول ايه كله؟ ها ايه اوف، كل الايه البورتس بتاعته كلوز كلها بلوك. فلو ريتيرن لو ادفانس طبعا هنا داخل على نيوماتيك، دي معناها اللي هي البايلوت اوبريتد فالف دخل اداني وضع الادفانس. اول ما تشيل ايدك يجيني الوضع اللي هو السنترلايزد ده اللي هو كله اوف، يعني يعمل نفس الكلام اللي هو اللي فوق عن طريق استخدام 4x3 فيكسد يعني كله مقفول، وسنترلايزد يعني هو الديفولت بتاعه ان هو يكون على السنتر. اللي مش فاهم يقول يا جماعه يلا. ها هو دكتور كان عندي سؤال، هو البارتيشن اللي في النص دون بس استخدمه عشان اقدر اوقف البيستون في اي وضع في النص ولا ولا ليه استخدام تاني؟ ده اولا ده كنت اقول فالف دايركشنال فالف كام على كام؟ اللي هو 4x3 4 لان في 4 بورتس، 2 للسلندر و2 واحده للبريشر والثانيه للفنت، و3 ايه؟ 3 بوزيشنز مش كده؟ تمام. البوزيشنز دي اللي هي فاكر السبول فالف ده اللي هو بيتحرك، بس هي هنا الديفولت بتاعها ايه؟ خد بالك هي فيها سبرنج اهي، بس سبرنج من ناحيتين، يعني الديفولت بتاعها هيبقى الايه؟ سنترلايز بوزيشن يعني الوضع اللي في النص. يعني لو مفيش اكشن جاي من هنا او مفيش سيجنال جاي من هنا هو هيظبط نفسه على الوضع السنترلايزد ده اللي هو ايه؟ فيكسد، اللي هو كل البورتس بتاعته مقفوله فيه، البريشر مقفول والفنت مقفول والتو بورتس بتاعت السلندر مقفوله. فهنا استخدم دي مكان الميكانيزم اللي هو اللي فوق ده اللي هو 2 باي 2 فالفز الاثنين دولت، وان هم يبقوا يا اما متوصلين يا اما مفتوحين. هو فعلا هنا في الوضع ده كل البوكس دي مقفوله، وهنا متوصله في الوضع الادفانس، هنا متوصله في الوضع الايه. قول سؤالك تاني لو سمحت. هو كان سؤالي هنا بقى، انا لو دوست على البوتوم الاولاني واتحرك البيستون مثلا ولا الثاني هيوقفه؟ اه ال 1.2 لا هتدوس عليه وانت طول ما خد بالك بقى في الحاله دي بقى انت محتاج كونتينيوس ولا محتاج بلس؟ انا محتاج بلس. لا كونتينيوس، لان انت لو سبت ايدك هيرجع للوضع الايه لو انت كده فانت هتفضل دايس طول ما انت دايس جاي لك الوضع بتاع الادفانس، فدي هتفضل ايه يحصل لها اكسبانشن. اول ما توصل للوضع الانترميديت اللي انت طالبه تعمل ايه هنا؟ قول اعمل ايه؟ ريليس ايه؟ تشيل ايدك. اول ما تشيل ايدك يجي لك انهي وضع؟ اللي هو الانترميدي اللي هو السنترلايز اللي هو ايه اللي هو الديفولت، وبالتالي دي اتقفلت ودي اتقفلت، يفضل ده ثابت في ايه في المكان المفروض انه يفضل ثابت في مكانه لو هيدروليك. لكن لو نيوماتيك مفروض بقى يبقى فيها الدقه بتبقى اقل شويه. نفس الكلام لو حبيت تعمل ريتيرن هتدوس ده فيجي لك الوضع بتاع الريتيرن، فده يبدا يتحرك يمين. اول ما توصل للمكان اللي انت عايزه تشيل ايدك يجي السنترلايز عند كله اوف كله مقفول، يبقى ده الفيكس ايه، يبقى ممكن تتحل كده او تتحل كده.
تمام يا دكتور، يعني كده الوضع الديفولت بيشتغل لو انا مش دايس الاثنين بوتوم او انا دايس الاثنين مع بعض. تمام، لو انت دايس الاثنين مع بعض هيجي لك الوضع طب دقيقه واحده افرض يعني كده كده في الوضع الديفولت بتاعه فين؟ في النص. مين اللي بيدل على الكلام ده هنا؟ السبرينج. السبرينج من ناحيتين مش من ناحيه واحده، خد بالك. طيب لما تشيل ايدك بقى زي بالظبط اللي هو اللي فيه سبرينج ريتيرن بس ده من ناحيتين، فبيظبط نفسه دايما على الديفولت بتاعه اللي هو فين؟ في النص اللي هو هنا فيكسد. فيكسد يعني ايه؟ يعني كله مقفول، يعني كل البورتات بتاعته هنا مقفول، خد بالك. خلاص كده يلا يا جماعه عشان ننقل على حاجه ثانيه. يلا مين معانا في اسئله يا جماعه؟ طب تعال بص هنا بقى، adjustable speed control of single acting cylinder، ازاي تعمل speed control للsingle acting cylinder سواء كانت في الايه؟ في الادفانس او في الريتيرن ايه دايركشن. احنا خدنا ده قبل كده اللي هو الايه؟ اللي هو احنا خدنا ده قبل كده اللي هو بيعمل خلق عشان ما يرجعش بسرعه. بس هو هنا بقى تطبيق بقى بيقول لك ايه؟ بيستون اوف سبيد، بيستون سبيد يعني هو عايز يتحكم في البيستون سبيد اوف ا سنجل اكتنج سلندر تو بي ادجستبل فور بوث فورورد، يعني هو عايز يتحكم فيها في الاتجاهين الفورورد والايه والريتيرن موفمنت اند بي ريجليتد سيبريتلي، يعني عايز السرعتين ما يبقوش ايه نفس القيمه، او عايز يتقدم بقيمه ويرجع بقيمه ثانيه. فحاطط هنا تو ايه؟ تو ايه فلو فالفز اهمت اللي هم بيتغيروا شوتلينج فروم ايه اللي هو الفالف اللي هو الوان واي ده. طيب وهو داخل الهواء هيمشي ازاي؟ يقول لي كده من تحت لفوق، هيعدي هنا ولا مش هيعدي هنا في الخنقه ولا في الـ في الـ في الاوبن؟ هيعدي في المفتوح. دي المفتوحه هي لان هيزق البليوي يعدي، لكن هنا هنا ايه اللي هيحصل؟ يعني هنا مقفوله دي وان واي من تحت، يبقى مضطر يعدي فين؟ في الايه؟ في السرات اللي هو المخنوق. طب الخنقه دي كل ما تخنق كل ما السبيد يحصل لها ايه؟ تقل. كل ما هتقل وكل ما تفتح كل ما السبيد يحصل لها ايه؟ تزيد، يعني بس مش هتزيد دي اكتر من الطبيعي، يعني ممكن توصل للطبيعي لو دي اوبن بالك. طيب وهو بقى بيفضي بقى، يعني الوضع التاني ده وهو بيفضي يعني الهواء طالع من هيعدي من دي عادي. يبقى فين اللي بيعمل سبيد كنترول للايه؟ للادفانس موفمنت ده ولا ده؟ الادفانس فين بيعمل الادفانس؟ اللي هو التاني اللي هو اللي فوق كده. ومين اللي بيعمل للريتيرن؟ اللي هو اللي تحت. طيب مختلفين عن بعض، يعني انا ممكن اظبط ده ظبطه غير الظبطه الثانيه، صح ولا لا؟ تمام. طب لو انا عايز اخليهم ممكن اظبطهم بس هما الاثنين يبقوا نفس القيمه، اعمل ايه؟ استخدم بقى الوان واي ولا على طول ايه؟ يبقى فلو فالف كده ما فيهوش الايه؟ ما فيهوش الشيك فالف ده خالص. فلو فالف ويبقى واحد ولا اثنين؟ واحد، يعني تحط واحد بس. واحد بس وتظبطه رايح جاي، خد بالك. تمام. طيب شوف التطبيق ده كده. speed of a double acting cylinder piston is to be adjustable reduced during its advance، يعني هو عايز في الادفانس بتاعه يبقى ممكن يظبط السرعه بايه؟ بقيمه محدده او بقيمه هو طالبها يعني. and to be increased on its return value، وهو يرجع بسرعه جدا، خد بالك. السلندر is to be returned automatically. returned automatically يعني ايه automatically؟ يعني انا ادوس هنا ال 1.2 هنا محتاج بلس ولا محتاج continuous يا جماعه؟ ال 1.2 ده بتاع ال advance، خد بالك. بلس عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن مع حضرتك يا دكتور. ايوه عبد الرحمن، قول لي عبد الرحمن.
هو ال 1.2 ده بتاع ايه ده؟ من اسمه كده بتاع ايه؟ ده ادفانس. وال 1.3 بتاع الايه؟ ريتيرن. ده بيتاكتف بايه ده؟ 1.2 سويتش بوش بوتن. بوش بوتن. وده بيتاكتف بايه ده؟ ده ميكانيكال. رولا كده يعني، في يعني حاجه ليميت سويتش يعني، ده في حاجه في كام هنا بتكتب. طيب انا لو دوست على ال 1.3 جت لي اشاره هنا بتاعت الادفانس صح، محتاج ادوس كونتينوس ولا بلس؟ لا بلس، بس بلسايه كفايه. البلسايه دي هتخليني هنا وضع الادفانس، يعني معناها دي هيجي لها بريشر ودي هيجي لها ايه فين. البريشر هنا يطلع على مين؟ على الاور دي صح مش كده؟ او بيسموه الكويك اكزوست ايه فالف. معناها ايه؟ خد بالك الفتحه دي مفتوحه على الفنت على طول، هقول لك ايه فايدتها دلوقتي، لكن اول ما تيجي اشاره هنا هيقفل الفتحه دي ويدخل جوه الايه؟ قول الاسطوانه. يعمل ايه في الاسطوانه؟ يعمل ايه في البستون؟ اكسبانشن. يحصل له اكسبانشن. طيب وهو بيطرد الهواء اللي طالع ده مخنوق ولا مفتوح؟ يعني شوف وهو طالع هيعدي في التشيك فالف ولا هيعدي في الثروتلنج؟ لا هيبقى مخنوق. هيبقى مخنوق. يبقى انا ممكن اتحكم في سرعه الايه الادفانس، ان انا اغير الايه الخانقه دي وبعدين يطلع من تحت. طيب اول ما اوصل ل 1.3 ايه اللي يحصل؟ المفروض ان هو هيضغط على هي اكتيفا بالكامل كده. هي اكتيفا يعني دي هيجي له الوضع بتاع الايه ريتيرن صح. طب امتى الوضع ده يشتغل؟ امتى في حاجه معينه ممكن تمنع؟ انا دوست عليه واكتفته وهنا في بريشر طلع وكل حاجه، لكن ما الوضع ما اتغيرش. ليه ما اتغيرش الوضع؟ قول لي ايه السبب؟ كان في غلطه هنا حصلت، ايه السبب؟ قول لي ايه هي الغلطه اللي ممكن تمنع الريتيرن موشن دي؟ اقول ايه هي؟ حد يجاوب يا جماعه حد؟ لا طب مين يقول؟ ممكن تبقى ان احنا دايسين على 1.2 مع 1.3. تمام. ان انا لسه دايس على 1.2. ان انا لسه دايس على مين اللي قال ده يا جماعه؟ مين جاوب؟ انا عبد الله. بص يا عبد الله، لو انا نسيت ايدي وفضلت لسه دايس على البوتن اللي هو 1.2 ده ايه اللي هيحصل؟ يبقى هنا في البلب ده بريشر وبريشر. تمام. يفضل على اخر وضع ليه اللي هو بتاع الايه؟ يعني مفيش حاجه تتغير. طيب خلاص كمل بقى. مين كان معايا؟ مين كان معايا دلوقتي حالا؟ عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن خالد. بص عبد الرحمن كمل معايا كده. فقلنا هيبدا يرجع تاني وهو راجع دي خدت بريشر بالك. فالبريشر هنا ايه اللي هيحصل له؟ هيتخنق ولا يدخل على طول؟ لا هيتخنق. الراجل ده داخل اللي لا اللي داخل يدخل على طول. الراجع هو اللي هيتخنق. تمام. شيك فالف هنا دخل على طول وبدا البيستون ده يتحرك للايه للباك بوزيشن. وهو طالع بقى بيطلع منين؟ هل بيطلع من الدايره كلها اللي احنا قلنا ان هي مسيرها ضيقه ولا بيطلع منين؟ لا بيطلع على بره على طول. كويك اكزوست فالف، لان الضغط اللي فاضل في الاسطوانه ده بيقفل الطريق الطويل اللي هو بتاع الدايره ويفتح له على طول فتحه الفالف على ده بيعمل ايه بقى ده؟ بيخلي الرجوع يبقى سريع ولا بطيء؟ لا رجوع كده سريع. سريع. يبقى بيسموه كويك اكزوست فالف. ده كده كويك اكزوست فالف ممكن يجي لك في الامتحان ولازم تكون حافظ رسمته وحافظ شكله خد بالك. طب وهو ليه خد 1.01 ليه ودي 1.02 ليه؟ هي مين اللي بياخد؟ قول. دي بيحصل لها ادفانس ودي بيحصل لها ريتيرن. يا راجل عشان دول ما بين ايه وايه؟ الوركينج اليمنت والكنترول. طيب في اسئله يا جماعه؟ معلش اللي بيسال يا ريت اسال وعطلنا زي ما انت عايز. اتفضل قول.
في نفس الحته في نفس التسميه دي. طب هو يعني شو معنى دي 1.2 و1.1؟ ما احنا ممكن نكون نخلي 1.2 هي ال 1.1 يعني دي 1.1 يبقى من الشمال لليمين يعني. هو ما قالش لكن هي اعتقد ما لهاش علاقه بال يعني في الكتب كاتبين ان دي ايفن واود زي ما مكتوب هنا، لكن هو لو في 3 4 يبقى 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4 وكده، فما لهاش علاقه بالايه باليمين الشمال. تمام. لا يعني حتى انا بصيت في الكتب لقيت ان ساعات يسمي دي يعني افرض ان في فالف تاني تحت هنا يبقى اسمه ايه 1.4 لكن ساعات يسمي 1.2 1.4، بالك يعني ساعات من تحت لفوق وساعات من فوق لتحت، انا ما لقيتش سيستم او مش متحدد السيستم يعني. فانت ايه ما دام مش متحدد اعمل اللي انت عايزه، خد بالك ما دام ايه مش ده مش متحدد يعني. دكتور معلش ممكن في اسئله؟ ايوه بالظبط. الحركه بتاعت الكتير في الجريتير قلنا 1.3 دي اتاكتفت صح؟ تمام بالكامل هنا خلاص اتاكتفت اول ما وصل للنهايه. وبالتالي في سيجنال جت لي هنا اديتني وضع ريتين، وضع ريتين ده بيعمل ايه؟ بيوصل ده بالبريشر خد بالك، وبيوصل الناحيه الثانيه بالايه؟ بالفنت وقلنا الوضع ده مش هيتحقق الا ان الا ايه. يلا لو كنت فاكر الكلام اللي قلناه الا ايه، بس كده بقينا على 1.2 دي بقت خلاص بقت فينت يعني شلت ايدي من عليها بالك. طيب تحقق الوضع ده بقى ده بريشر، البريشر اللي داخل ده هيحصل له ايه؟ هيتخنق ولا هيمشي في الشيك فالف؟ هيمشي عادي، هيمشي في الشيك فالف عادي، وتبدا الاسوان دي البيستون ده يحصل له ريتير. الهواء اللي طالع بقى يطلع ببطء ولا بيطلع بسرعه؟ بسرعه. ليه؟ لان هو قفل في بريشر هنا طالع من الاسطوانه، قفل الطريق ده، الطريق ده له طويل وضيق خد بالك، وفتح له ايه؟ فتحه الفالف اللي هي على طول فتحه كبيره وواسعه، وده قريب جدا من الاسطوانه يعني معناها يفضي بسرعه جدا، يعني معناها سرعه الرجوع تبقى ايه؟ ودي الطريقه الوحيده انك تزود بيها سرعه البيس، دي الطريقه الوحيده. لكن هو ده كده ايوه بيفضي بس هيفضي من خلال مين؟ الفالف ده في هو دكتور لو سمحت ايوه هو ده كده حل المشكله بتاعت المساله اللي فاتت ان انا بفضل دايس بدوسه طويله عشان افضي فين؟ لا اللي هو هنا لا المحاضره اللي فاتت تقصد لما كنت بحتاج افضل دايس دوس طويل عشان افضي لا 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 ده انت بتفضي وتملي وتملى عشان الاسطوانه ايه؟ اسطوانه كبيره خد بالك؟ لا يا دكتور لا هنا تقصد اقول لما ايه؟ لما احنا محتاجين بنتكلم احنا بندوس دوس. طب ممكن السلايدز اللي قبليها؟ السلايد اللي قبل. لا لا ده المحاضره اللي قبليها تقصد، انا هجيبها لك. خلاص دي واحده ايه؟ ايوه هنا لما كنا بنتكلم ان عشان لما نيجي من الاوف لازم نفضل دايسين كونتينوس. ما ده اتعمل من خلال مين؟ من خلال اللي هو المين كنترول فالف اللي هو الثانيه حلت المشكله دي صح؟ لا ما حلتهاش. لا يعني الثانيه اولا ما بتتكلمش يا دوب سرعت بس دي سرعت بس يعني الثانيه هي كاني بعمل سبيد كنترول، لكن هنا انا مش ما بعملش سبيد كنترول، ده انا عايز املى وافضي الايه البيستون ده عشان هو بيقوم ب جوب بتاعته، فهو بيشيل حاجه يعني هو مش بيروح ويجي كده يعني وخلاص، لا ده هو بيعمل هنا بيعمل اكشن هنا بيعمل فانكشن هنا يعني بس انا محتاج املاه بسرعه، هنا محتاج املاه يعني ما بيبقاش في تضييق للملي ولا التفضيل خد بالك. لا ما حلتهاش، لا الثانيه دي بس عملت ايه؟ سرعت ايوه دي عملت كويك اللي هي الكويك كويك فالف دي اهي. طب دكتور عشان طب هو خد بالك بس الوضع ده مش ده اللي بيشيل اللود ولا لا؟ الاكسبانشن ده اللي بيشيل اللود، يعني لو في هنا حاجه بيزقها فانكشن بيعمله ففي لود هنا، فانا محتاج في ان لما يتلود يتحط عليه لود
السرعة تكون بطيئة. مش انت عارف ان الباور بتساوي ايه التورك في السرعة، السرعة في السبيد، السرعة في التورك، خد بالك. فلما كنا التورك عالي محتاج السرعة تكون قليلة، لكن هو راجع فاضي، كل ما كان سريع كل ما كان ايه احسن، لان هو بيستغل الوقت بحيث ان هو يبدا يعمل شوت جديد بسرعه بدل ما يضيع وقت في الايه في الريتير. فهنا عمل له كويك اكزوست فالف، وهنا اتحكم في سرعه الايه سرعه الادفانس بتاعته. اي اقول مين كان بيسال؟ يلا مين الخط اللي هي بالداش ديت على 1.01 دي انا استفدت بيها فيه اللي هي دي تقصد؟ اه ما دي ده كده كله كويك اكزوست فالف. بيعمل ايه ده؟ بياخد سيجنال من الضغط اللي جاي، اهو السيجنال دي بيعمل ايه جوه؟ خلي البليه دي تعمل ايه؟ تفضل مقفوله، تقفل الطريق الاساسي اللي هو الطويل. ما هو كده كده هيطلع من الفنت، يعني لو ما كانتش دي موجوده كان هيطلع من الفنت ولا لا؟ اه بس عبر مين؟ 1.1 صح؟ لا هو مش عايز يخليه يمشي المسافه الطويله دي ويتخنق فيها. لا هو حاطط له كويك اكزوست فالف، البورت بتاعته مفتوحه على الجو دايركت وواسعة كمان، خد بالك، بحيث ان هو يفضي بسرعه. فهو بيقفل الطريق الطويل ويفتح طريق قصير وسهل ان هو يفضي فيه الاسطوانه بحيث ان الرجوع يكون ايه يكون سريع. ده بيسموه كويك اكزوست فالف. ارجع عليه تلاقيه مشروح في المحاضرات اللي فاتت، بقول لك ده بيسموه كويك اكزوست فالف. يلا في اسئله ثانيه يا جماعه؟ اسئله ثانيه يا جماعه؟ طيب هنا بقى بيتكلم على الاند والاور. فبيقول ان انا ساعات محتاج ان انا اشغل اعمل اكشن عن طريق تو فالفز. يعني مثلا يا جماعه لو في عندي تطبيق في مصنع والاسطوانه دي واخده مثلا من اول المصنع لغايه من اول الهانجر ده لغايه اخره، وانا محتاج اكتبه من ناحيتين، يعني لو دخلت من الباب اللي هناك اكتبه او لو دخلت من الباب ده اكتبه، يبقى ساعتها محتاج اعمل ايه يا جماعه؟ او يبقى في هناك فالف 1.2 وهنا فالف 1.4 واحط او اليمنت بحيث ان انا لو اكتبته من اي جهه من الجهات دي يبقى او. لكن الاند بقى امتى؟ لو انا مثلا عندي مكبس مثلا ضخم جدا مثلا 100 طن مثلا وبتكبس بيه حديد، فانت محتاج ان ايد العامل ما تكونش تحت المكبس ده وهو بيشتغل، والا هينزل يفرمها يعني يقطعها. يبقى لازم هنا في سيجنال بتقول ان العامل ده مش موجود، ودي سيجنال البدايه بتاعتي، الاثنين يكونوا اند، يعني البيستون ده مش او المكبس ده مش هيشتغل الا ان كان الاشارتين دول موجودين. فده هنا بحتاج الاند، محتاج الاور. الاور اللي هو الشاتل فالف، والاند اللي هو البريشر اي فالف، ودول اتاخدوا قبل كده يعني، خد بالك. فهنا بيقول ايه بقى الاكسرسايز؟ A double acting cylinder is to be controlled such that the forward movement can be initiated، يعني الاكسبانشن بتاعه ممكن يتعمل either by means of a manual button or pedal، يعني يا اما بوش بوتون او بيدل. يبقى دي اور اليمنت محتاجها. But only if a feedback signal is provided، يعني لما يكون في feedback signal، يعني لما كانش الفيدباك signal دي موجودة ما يشتغلش. دي اللي هي بتاعت safety اللي احنا قلنا عليها، يعني شبهها يعني. At the same time from an additional limit switch the return movement is to take place، يعني يبدأ يرجع automatically. يعني في limit switch بتأكتف أول ما السلندر ده يوصل لنهايته. But only if a feedback signal is still a present، يعني لو الفيدباك سيجنال دي لسه موجودة ممكن يعمل return، لو مش موجودة ما يعملش. If a feedback signal is no longer present، يعني لو الفيدباك سيجنال دي مش موجودة أي إشارة هتديها any signal element should put out an acoustic signal when activated، يعني هيدي لك صفارة أو alarm كده يقول لك إن إيه خد بالك في حاجة غلط في السيستم. هنشرحها ونرجع تاني، انا عارف ان ممكن حد ما يكونش متابع، لكن مع بعضه شايف يا جماعه. يبقى انا قلت ممكن ابدا بايه او ايه بدل
يعني ممكن اكتبه برجلي او بايه بصباعي. الاثنين دول محتاجين ايه هنا يا جماعه؟ محتاجين ايه دي؟ دي ايه دي؟ ها او. طيب الاو دي معاها اند تانية، ادي الاند اهي. الاند دي جايه منين؟ من سيجنال تانية من ار. الار ده اللي هي السيفتي ايه سيجنال، او بتقول ان الوضع ده سليم، فالسيجنال دي موجوده عند وضع سليم، يبقى دي مع دي اند اهي، خد بالك. اند اللي طالع منها بيعمل الوضع الايه؟ بيعمل الوضع الادفانس دي، يبدا يحصل لها ادفانس لغايه ما توصل 1.5، تدوس عليه بالك يعمل ايه بقى ال 1.5 ده؟ يدوس على الكاميرا بتاعت السبرنج بتاعت ال، بس امتى؟ طول ما ار دي موجوده يبقى دي اند اهي، يعني طالما ار موجوده هو يعمل اكشن، مش موجوده ما يعملش اكشن. يبقى شايف طول ما ار موجوده اهي الار، ودي الاوتبوت بتاعهم الاثنين يعمل الريتيرن بتاع الايه بتاع السلندر. نفرض ار بقى دي مش موجوده، شوف الار راحه فين؟ اهي الار اهي راحه فين؟ راح على الفاد 1.9 ده، وفيها ايه الاكوستيك ده اللي هي الايه الالارم اللي محطوط اللي بيطلع صوت. وبيحصل ايه بقى يا جماعه؟ سواء جات بقى اشاره من ال، شايف الاور دي معناها ايه؟ سواء جات الاشاره من ال من الادفانس او من الريتيرن اهو، ادي ادي الادفانس اهو، سواء دوست ادفانس اللي هو 1.5 او دوست ادفانس اللي هو اللي هي 1.4 دي، او دوست ريتيرن، هيطلع الهواء من هنا خد بالك. يعمل ايه الهواء ده؟ لو الاشاره دي مش موجوده اللي هي السيفتي الار دي مش موجوده، يعني معناها هيجي الديفولت. الديفولت ده بيوصل الانبوت بالاوتبوت، يعني يعمل ايه؟ يعمل صوت في الايه؟ في الالارم اللي انت حاطه ده. لكن لو هي موجوده دي متوصله بالارض وكل حاجه هتشتغل. احنا عايزين حد يشرح لنا الكلام ده بحيث يشوف هو نشوف مفهوم ولا لا. معلش يا دكتور، هو ايوه ايوه اقول بالظبط. اسئله اسال قول. الاليمنت هو انت فهمت الاول ايه المطلوب؟ ان هو ممكن ممكن يحصل له ادفانس بحاجتين، ببوش بوتن او بايه بالبدل، يعني ممكن. اه تمام انا فاهم الاور والاند. طيب بس خد بالك ما تقدمش الا ان كانت في سيجنال تقول له تقدم، اللي هي سيجنال ايه؟ الار دي، يعني الار دي بتقول له ان خلاص الدنيا سيف وما فيش حد. الار دي بقى جايه منين؟ اه دي مثلا ممكن مثلا يكون المسافه دي ما فيهاش حد، يعني ما فيهاش بني ادم واقف، خد بالك. اه تمام. ممكن بني ادم لو واقف هنا يكون دايس على حاجه، او يكون حاطط تحت رجله حاجه كده تدي السيجنال الارضي تشغلها. او الاليمنت اللي هو 1.10 اللي هو فوق على الشمال 1.1 ده صفاره الاك، بحيث ان الهواء يطلع منها. لو دي مش موجوده يقول لك خد بالك في حاجه غلط. تمام. انت عايز تعمل ادفانس او تعمل ريتير، يقول لك لا دي في حاجه غلط هنا، يطلع صفاره بدل ما يخلي الاسطوانه تقدم او ترجع، لا يقول لك ايه؟ يدي لك الار بالك. طيب في اسئله ثانيه يا جماعه؟ هي مع بعض. لما تبقى الار، معلش هو انا مش فاهم ال 1.7 الكونديشن بتاعته. ال 1.7 معناها ايه؟ هي اور مش كده؟ واخده منين؟ واخده منين؟ مش دول كده مع بعض كده؟ بيقول ان انا عايز اعمل ادفانس دي كده، ال 1.4 دي بتقول ان انا عايز اعمل ادفانس ولا لا؟ طيب وشوف الاور الناحيه الثانيه واخده منين؟ واخده من 1.5، يعني بتقول ان انا عايز اعمل ريتيرن ولا لا؟ يبقى سواء عايز اعمل ريتيرن او عايز اعمل ادفانس بيعدي من هنا مش كده؟ بيعدي من هنا، يعني في يعني في هواء طالع من الـ output port بتاعت ال 1.7 دي. رايح فين الهواء ده؟ الوضع الديفولت بتاعه معدي، يعني هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ قال طب لو السيجنال ار موجوده، السيجنال ار اللي هي ايه؟ موجوده، ايه اللي يحصل؟ هيجي الوضع الثاني اللي هو موصلها على ايه؟ على الفنت، مش موصله على اللي جاي، يعني مش هتعمل الارم. مش هتعمل الارم لو الار دي موجوده،
لكن لو مش موجودة لو حبيت تعمل ادفانس او ريتيرن هيدي لك هنا الارم يقول لك لا في حاجة غلط. ايوه تمام يا دكتور واضح كده. طيب في اسئلة تانية يا جماعة؟ حضرتك بس هو ممكن تعيد بس على الدائرة كده سريعا. طب اقول لك تحت دي ال 1 بوينت شايف هنا اعمله من فوق لتحت اهو شايف 1.2 1.4 1.6 1.8 في رسومات تانية هتلاقيه بادئ 1.2 كده واخد بالك. لكن هنا اهي ال 1.4 دي معناها ايه؟ معناها انا دوست برجلي او دوست بايه؟ بصباعي مش كده؟ صح يا مين معايا؟ ايوه قلت صح ايوه مع حضرتك. طيب طالع اهو ال 1.4 دي طلعت تقدر تعمل ادفانس للاسطوانه ولا في شرط تاني ان هي لازم تكون دي ار موجوده يعني في اند تانية الاند دي اهي ادي الار مع الاشاره اللي هي بتقول ان انا عايز ادفانس الاند فلو الاثنين موجودين هتطلع الاشاره يعمل لي هنا ايه يعمل لي وضع الادفانس يعني دي بريشر ودي فينت فالبيستون ده يحصل له ادفانس لغايه ما يوصل لمين 1.5 اكتف طلع واتاكتف بس خد بالك اند برضو اند الاشاره اللي هي سيفتي سيجنال دي اللي هي الار فلو الاند لو الار دي موجوده هتطلع لي السيجنال الثانيه اللي هو بيعمل ريتيرن. طب لو الار مش موجوده اللي يحصل شايف الار دي اهو خد منها سيجنال وصلها 1.9 دكتور 1.5 لما البيستون يرجع ال 1.5 هيتاكتف تمام لا مش لما يرجع اول ما يوصل لنهايته الادفانس اه اول ما يوصل الادفانس تمام هو كده دكتور 1.1 هتبقى يعني جاي لها فينت من ناحيتين زيرو من الناحيتين لما الار ما يبقاش متاكتف لما الار اه تمام هيجي لها زيرو من ناحيتين يعني هتفضل هيجي على انهي وضع هتفضل لاخر وضع كانت فيه يعني لازم الار دي تكون موجوده سواء في الادفانس او ريتيرن اه لازم تكون موجودة في الاثنين. طب دي بيجي لها استرام منين طيب؟ ما قلت لك مثلا يعني انا ما اعرفش لكن مثلا لو الاسطوانة هنا او بتعمل اكشن خطير بني ادم ما يقدرش يقف هنا ولو واقف هنا يحصل له حاجة فبيحط سيجنال هنا على الارض دي اللي هو المسافة دي بتقول ان في بني ادم واقف ولا مفيش فلو فيه لو فيه يعني المفروض العكس يعني لو في بيقول ان الار دي مش موجوده لو في يعني لو في بني ادم واقف اه لو في بني ادم واقف بيدي اه بيدي اشاره سيجنال يعني معناها وقف كل حاجه او الار دي تبقى معكوسه يعني ده هيكون مختلف بقى هيكون مثلا الايه الديفولت بتاعه الناحيه الثانيه الديفولت اللي هو يبقى الكلام ده كله هيتقلب يعني يقول ان الار مش موجود يعني ممكن يتقدم او يرجع لو السيجنال ار دي مش موجوده لكن لو هي موجوده يعني سيفتي بهدف السيفتي خد بالك هو هنا السيفتي بتاعه ان الار دي تكون موجوده فلو هي موجوده شوف بتعمل ايه تيجي عند 1.9 تعمل فيه ايه توصل السيجنال داخله للالارم دي على الايه على الفنت يعني ما فيش اي حاجه لو عملت ستارت او ريتيرن او ادفانس مفيش سيجنال تعدي تعمل الار لكن لو هي مش موجوده يجي لي الديفولت اللي هو بيوصل الاثنين دول ببعض يعني معناها دي لو دوست 1.5 او دوست 1.6 او بوينت 1.8 الاثنين هيعملوا الار يعني يقول لك ان في حاجه غلط في السيجنال خد بالك يا جماعه لا ممكن نعيد تاني وتالت معلش بس يا دكتور عشان ابقى فاهم بس يعني انا الاشاره بتاعت ار دي هي على طول رايحه للسيستم هتتقطع لما مثلا بني ادم يقف ورا البيست تتقطع لما بني ادم يقف تمام كده صح تمام شكرا او لاي سبب يعني لكن هو ممكن يكون عنده هدف تاني لكن يعني غالبا هي للسيفتي يعني بيحافظ على حياه الناس الموجوده هنا فلو في بني ادم فعلا موجود هتتقطع السيجنال دي مش هتطلع فطالما هي موجوده يبقى الدنيا ايه سيف يعني ممكن يطلع ممكن الاسطوانه دي تطلع وترجع عادي خالص بالك
طب في اسئله تانية يا جماعه؟ هو ال 1.9 يا دكتور هتجيب اشارتها منين معلش؟ ما هي ايه؟ ما انت دوست 1.5 مثلا مش طلعت البريشر هنا في ده؟ وصلته لده ولا لا؟ هي دي اللي هتوصل لغايه هناك ايه؟ تطلع من ال بدل ما تروح على الاسطوانه تخليها تقدم او بدل ما تروح على الفالف 1.1 يعمل وضع الادفانس او الريتيرن لا هتطلع على الاكوستيك دي على الالارم ده يعني انا اقصد يعني مثلا هي في مش هي هتبقى في مقفوله في الاول هي ما مفتوحه على البيت ده لو الار موجوده لو الار دي لو السيفتي سيجنال دي موجوده الار دي موجوده طول الوقت يا دكتور لا ولا ده ليميت سويتش لا هي كده معناها ان هي متاكتفه يعني الدنيا سيف بقى هتفضل متاكتفه يعني على طول ولا لا 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 لو الوضع اتغير وبقى ان سيف دي مش هتاكتف لا طبعا بس ما لهاش علاقه بالبوزيشن بتاع البيستو خالص لا دي سيجنال اضافيه منضافه او مفروضه على السيستم بحيث ان هو ما يشتغلش الا كانت الار دي موجوده طب زي ما قلت لك لما الار يحصل لها دي اكتيفيشن مش هيحصل حاجه غير ان هيحصل الارم انما الاسطوانه مش هتاخد اكشن مش هتاخد اكشن خالص بس هيحصل الارم يعني انت عايز تشتغل والاسطوانه واقفه طب يا ترى ليه بقى مين هينبهك الالارم يعني ناخد بدل ما الاسطوانه ترجع وتتقدم لا ده ايه ده في صوت طالع الصوت طالع ده معناه ان في حاجه غلط في السيستم او معناها ان السيفتي سيجنال دي مش موجوده اللي هي الار دي مش موجوده تمام يا جماعه في اسئله تانية يا جماعه طيب شوف كده نبطل ولا نكمل ولا ايه 11 ونص كده احنا وصلنا للسلايد 7 دي نكمل مره جايه ان شاء الله ودي ده موضوع جديد يعني فهو كده صح يلا يا جماعه يلا السلام عليكم في اسئله قبل ما نمشي زي ما قلت لك انا هاخد الغياب يعني كده ما ينفعش خالص يعني ايه دفع 201 يحضر منها 30 40 46 ما شاء الله يعني بتعرفوا تنادوا بعض يعني طيب انا هاخد غياب من هنا ورايح وهعمل شك على الناس الموجوده بعد كده يا جماعه اتفضلوا يلا مع السلامه يلا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام